نهارك سعيد دلال ونهاركم سعيد لجميع المشاهدين وأيضا لكل الزملاء اللي موجودين بمنطقة الصيفي واللي صارت معهم بالفعل هذه الأحداث المؤسفة اللي هني كانوا عم بيقوموا بعملهم الطبيعي بتغطية الأحداث التي تحصل هناك وخصوصا اعتصام أهالي العسكريين في هذه المنطقة وحصلت إشكالات بينهم وبين عناصر قوى الأمن الداخلي التي يعني حاولت إبعادهم بالقوة من مكان الاعتصام لأنها أرادت فتح هذا الطريق بالقوة ما أدى إلى بعض الإشكالات كما ذكرت وإلى تعرض عدد من الزملاء للضرب والاعتداء. يعني نأمل أن يعالج هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن وبأن تكون هناك توضيحات لما جرى في منطقة الصيفي. طبعا يعني هذا الحوار الذي جرى بين القوى الأمنية والصحفيين هو حوار مرفوض بهذه الطريقة. هناك الحوار الآخر الذي يعني يتم التحضير له، الحوار الذي سيجري بين حزب الله وتيار المستقبل والذي تحدث عنه بإسهاب يوم أمس الرئيس سعد الحريري في خلال برنامج كلام الناس مع الزميل مرسال غانم. معي هنا في الاستوديو ضيفي الأستاذ سليمان فرنجي القيادي في تيار المردة، أهلا وسهلا فيك. الله بداية شو تعليقك على الصور اللي شفتها يعني اللي مثل التعليق اللي حضرتك تفضلت فيه؟ الإعلام بالنهاية بنعرف إحنا خط أحمر بالنسبة لنا، الإعلام بالنهاية عم بيقوم بواجباته، الإعلام عم بيغطي، الإعلام منه شريك بهذا الموضوع، إنما الإعلام يضوي على واقع إنساني، على حالة إنسانية معينة. بطبيعة الحال على القوى الأمنية أن تتعاطى مع هذا الموضوع من حيث المبدأ، يعني ما بنعرف تفاصيل الإشكال شو هو يعني، ولكن من حيث المبدأ التعاطي مع الإعلام لازم يكون تعاطي بمنتهى الحضارة، لأنه الإعلام هو حضارة بحد ذاته، لأنه كتير بعرف أنا ضمن مسؤوليات الإعلامية أنه لبنان عنده هذه الميزة اليوم اللي نحن متغنى فيها بخلفيتها الأخيرة إذا بدنا نعتبر إذا بدنا نعتبر الحالة الإنسان اللبناني اللي هو إنسان مميز هو خلفيته إعلامية بالنهاية. يعني لولا الإعلام اللبناني ما في شيء بيتظهر وما في شيء بيظهر لكل العالم. إذن الإعلام هو شيء حضاري وحضاري جدا. من هالمنطلق نحن منشوف بغض النظر عن هيدا التفصيل اللي صاير، ما بعرف شو ظروف المشكل، بس ولكن من حيث المبدأ التعاطي مع الإعلام يجب أن يكون تعاطي أكثر حضارة. والتعاطي مع أهالي العسكريين المخطوفين كيف لازم يكون؟ التعاطي مع ملف مع أهالي العسكريين هذا ملف إنساني بالنهاية. يعني الشخص اللي ما يتظاهر اليوم بالشارع بطبيعة الحال هو مش عم بيتظاهر عبثا، بالنهاية في أولادهم موجودين فوق بحالة مزرية، يمكن يناموا ويقوموا يلاقوا أولادهم ميتين ومدبوحين يعني إذا صح التعبير. بطبيعة الحال التعاطف معهم هذا أمر منطقي من قبل كل الشعب اللبناني، والدولة اللبنانية بطبيعة الحال عليها أن تتعاطى مع هذا الملف بطريقة أكيد تحفظ السيادة اللبنانية، هذا أمر أساسي وأساسي جدا ننتبه له، بس ولكن بنهاية المطاف يجب أن يكون هذا الملف هو أولوي بالنسبة لهم قبل كل الملفات الأساسية. لأنه أول شيء من زاويتين بدي أشوف، من زاوية الإنسان اللبناني إذا هذا الإنسان دولته تركته بنهاية المطاف بيعمل كل شيء بهالدنيا وما بيعيد يوثق بدولته ولا بيعيد نحن بنقدر نأسس لحالة حضارية كتفاعل بين الدولة والمجتمع. النقطة الثانية هي النقطة الأهم بموضوع كعسكري أو كضابط. اليوم إذا أنت اليوم عندك ابن بدك توديه على المدرسة الحربية تيعمل ضابط، أو عندك ابن بدك توديه تجنده بالجيش اللبناني، بطبيعة الحال إذا كان عم بيشوف نوع من الـ الإهمال بتعاطي مع هيك ملف، بطبيعة الحال مش حيقدم على هيدي الخطوات. وعدم الإقدام على هيدي الخطوات عم نعمل هو كتير كبير بين هالمؤسسة العسكرية كحالة اجتماعية عم نحكي وبين المجتمع اللبناني، وهون لها عواقب جدا جدا وخيمة. بس بينما إذا نحن ببين للإنسان اللبناني أنه أو للشعب اللبناني أنه لا فعلا في دولة عم بتتابع ملف العسكريين ومعتبري أنه هيدا العسكريين جزء أساسي من كرامتها الوطنية، جزء أساسي من حالتها إذا بدنا نعتبر السيادية إذا صح التعبير، بطبيعة الحال أنه لا اليوم كل إنسان بيودي أولاده يفوتوا على المدرسة الحربية يعملوا ضباط، وفي ثلاث أرباع الأولاد بيروحوا بيتجندوا بالجيش اللبناني. لكن السؤال إذا نحن ما شفنا تطوع بالجيش اللبناني في عنده أسباب معينة من هالنوع ممكن هيدي تأسس لأ وسبق أمور بالسابق أسست لألا. بطبيعة الحال هذا ملف بدنا نقراه من كل الزوايا، مش من الزوايا الاجتماعية، بدنا نشوفه من الزوايا السياسية وبدنا نشوفه من الزوايا السيادية بشكل عام. طيب بدنا ليش بدي أرجع شوي لزميلنا مارون نصيف اللي موجود بوسط بيروت كان عم بيغطي الاعتصام وكمان يعني كان من بين الصحفيين الذين تعرضوا لما تعرضوا له في خلال هذا الاعتصام. مارون عن جديد نهارك سعيد. نهارك سعيد بسام لألك ولضيفك وللمشاهدين. مارون يعني ما هو الجديد الذي يحصل حاليا على الأرض؟ بسام منذ قليل فتحت الطريق في منطقة الصيفي، أزيح أهالي العسكريين المخطوفين إلى الرصيف المحاذي لبيت الكتائب المركزي، وفتحت الطريق ترون في هذه الأثناء السير
عاد إلى طبيعته، ولكن هناك ضغط طبيعي نتيجة الزحمة التي خلقتها عملية قطع الطريق. حصل تدافع وإشكال بين أهالي العسكريين المخطوفين وبين عناصر قوى الأمن الداخلي، واستقدمت سيارة إسعاف. لم نعرف لأننا أبعدنا قصرا من هنا. يعني عم نشوف سيارة الإطفاء، الصور اللي عم نشوفها مرون بهذه الأثناء أنه عم بترش مي على المعتصمين الذين كانوا يقفون أمام بيت الكتائب في منطقة الصيفي. نعم نعم، استعملت خراطيم المياه بسام لفترة قصيرة من الوقت، لدقائق قليلة، وكأن كان الأمنيون يهولون على أهالي العسكريين بالقوة لفتح الطريق وتفادي وقوع الإشكال معهم. كما ترون السير عاد إلى طبيعته، ولكن أهالي العسكريين لا يزالون إلى جانب بيت الكتائب المركزي وعلى الرصيف المحاذي لمنطقة لمحلة الصيفي، وهناك حصار أمني كبير عليهم تفرضه عناصر قوى الأمن الداخلي. العدد، عدد عناصر قوى الأمن الداخلي كما سبق وذكرنا كبير جدا هنا في ساحة رياض الصلح، ويفوق أضعاف عدد أهالي العسكريين الذين لا يبلغ عددهم 50 شخصا كانوا يقومون بقطع هذا الطريق هنا. مارون، يعني هل لدى أهالي العسكريين بعد هناك تصميم على إعادة قطع الطريق، أم أنه هذا الموضوع انتهى من خلال الاتصالات؟ وما صحة ما ذكر عن أنه يعني الشيخ مصطفى الحجيري طلب من أهالي العسكريين أن يتصل به الوزير وائل أبو فاعور على خلفية الإنذار الأخير أو ما سمي الإنذار الأخير الذي وجهته جبهة النصرة؟ بسام، أنا منذ حوالي 40 دقيقة فقط الاتصال بأهالي العسكريين المخطوفين. نعم. نظرا إلى إبعادنا بالقوة إلى جانب بناية صحيفة النهار، لم أستطع التحدث إلى أهالي العسكريين لمعرفة ما إذا كان الشيخ مصطفى الحجيري طلب بأن يتصل به الوزير وائل أبو فاعور، وما إذا كانوا سيعودون ويقطعون الطريق مرة جديدة. نعم. بعدما أزيحوا إلى الرصيف المحاذي، سأحاول بعد قليل الوصول إليهم إذا سمحت القوى الأمنية لنا، وإذا لم تعترض وتتعرض لنا وللصحفيين وللمصورين الزملاء مرة جديدة. نعم، شكرا لك مارون، ونحن رح نبقى معك توفينا بأي جديد بمنطقة في هذه الأثناء وسط بيروت. طيب، يعني هناك إشكالية بموضوع يعني العسكريين المخطوفين. اليوم جبهة النصرة يعني موجهة تهديد جديد، وكل فترة توجه تهديد. اليوم تقول بأنه إذا لم تطلق جمان حمايد ستقوم بقتل أحد العسكريين، وهذا التهديد يعني ينتهي بعد ساعات. هناك اتصالات يتولها الوزير أبو فاعور، كلام عن أنه الشيخ مصطفى الحجيري طلب من الوزير أبو فاعور يتصل فيه. يعني طب كل هذا الجو، كيف للحكومة أن تتعاطى معه ولأهالي العسكريين أن يتعاطوا معه؟ وين جمان حميد مزجوني؟ جمان حميد مزجوني موجودة عند الدولة اللبنانية، موقوفة، اللي هي كانت عم بتسوق سيارة محشوة بالمتفجرات وتم إلقاء القبض عليها، هي وعم بتغادر عرسال عند مدخل اللبن. يعني حقيقة أستاذ بسام، في شغلة كتير أساسية بهذا الموضوع. اليوم نحن مثل ما قلت لك هي قضية إنسانية، بس ولكن بنهاية المطاف عم نخلط الأمور ببعضها بمنطق معين. اليوم هيدي دولة، وهيدي الدولة حقها تستعمل القوة وحقها تستعمل كل الإمكانات تتحافظ على سيادتها وهيبتها. نحن إذا هالدولة اللبنانية خسرت سيادتها وهيبتها، نحن بنكون بمحل، بنصير بمحل آخر. هلا ارتداداته السلبية ما بنشوفها بطريقة مباشرة. في بعض الناس بيقولوا لك إنه ما الدولة خسرانة، هيبتها بكثير محلات. لا، ما خسرت، وقفت على هاي القضية. رح نوصل بمطرح ما بدك بأي نقطة المعينة. طيب إذا خسرناها بغير محلات، بنرجع كمان بنكفي إنه نخسرها تنعمل بطريقة 6-6 مكرر، يعني بس بالمنطقة 8-14. نحن عم نقول بهذا الإطار إنه الدولة اللبنانية والسيد حسن نصر الله وقت حكي عن موضوع المخطوفين كان عم بيحكي بمنطق معين، إنه نحن معنا كثير أوراق قوة نقدر نفوت فيها. ومنطق التفاوض اللي نحن اختبرناه مع الإسرائيلي كيف بيصير منطق التفاوض وتحرير الأسرة، كان عم بيتعاطوا معه كل فريق من زاوية انه هو 8 أدار وحزب الله الى ما هنالك، والطرف الاخر كان عم يعتمد انه هذا اسلوب لا يمكن ان نسير به. بطبيعه الحال بدنا نوصل لهيدي النتيجه. اليوم نحن اذا كان هدفنا انه نسحب العسكريين ونحرر العسكريين، نحن ما بنعتمد اي وسيله، ما بنوفر اي وسيله تنقدر نستوعب تنقدر نستردهم، بس ولكن خارج الاطار الحسابات السياسي، خارج اطار الحسابات الاقليميه، خارج اطار الحسابات الاخرى. هذا اذا كان هدف الدوله حقيقه هذا الموضوع. بس ولكن نحن وقتها بدنا نقدم على خطوات معينة تضرب السيادة اللبنانية. عبكرة أي شخص
بيقدر يخطف، بيخطف بسام، بيخطف سليمان، بيخطف أي شخص تيتبدل مع الموقوفين الموجودين بسجن الرومي. لا، اليوم في موقوفين موجودين، اليوم في أحكام، اليوم في قضاء عم بيشتغل بهذا الموضوع، التعاطي مع هذا الملف، في كتير أمور ممكن تتعاطى فيها بالملف. ليش نحن حطينا منطق المقايضة بالواجهة؟ ليش هذا هو المنطق اللي نحن فيه؟ يمكن البعض يعني لقى هذا المنطق هو الأفضل والأسلم لحتى نقدر نحرر هؤلاء العسكريين، لأنه هناك عجز عن تحريرهم بالقوة، وأنه كمان أهل العسكريين بيقولوا لك أنه نحن عم نشوف حزب الله عم بيقايد، قايد مع إسرائيل وقايد مع غير إسرائيل. لا، حزب الله استعمل منطق القوة تعمل مقايدة. يعني حزب الله خطف مقابلهم اثنين، وعلى أساسها بعد ما خطف مقابلهم اثنين معرفهم جيش الحر وجابهم وبدلهم. يعني بطبيعة الحال حزب الله تعاطى بمنطق سليم بهذا الموضوع واسترد الأسير تبعه. اليوم الدولة اللبنانية عندها أجهزتها، وبالنهاية هولي عسكريين كمان من المدنيين، يعني ريزون دو بلوس بهذا العملية. نحن اليوم كان فيها الدولة اللبنانية تتعاطى بمنطق حازم، شو بدنا بهذا المنطق اللي على أساسها صار فيه خطف إلى ما هنالك؟ أما وقد حصل الخطف تمام نناقش ما قبل الخطف، أما وقد حصل الخطف بطبيعة الحال على الدولة اللبنانية أنه تجتمع في مجلس أمن مركزي، بيجتمع في وزير داخلية، بياخد قرار بالرد بسرعة، بالرد العسكري الحسم بسرعة، بتخطف مقابلهم بتعمل عملية مبادلة. بس أما وأنه نحن بدنا نعتبر أنه هيدي جبهة النصرة وهيدي داعش وهي حالة سياسية على الساحة السورية وهي حالة سياسية ديمقراطية على الساحة السورية، وعلينا أن ننأى بنفسنا بهذا الشعار الشرير اللي نحن عشناه واللي هو ما وصلنا كل تداعيات وعم نوصلها لهون، نحن هون بدنا نوصل تنكون دولة لبنانية عم تركع وعم تستجدي. نحن علمونا الاستجداء، نحن منطقنا مش منطق استجدائي، نحن حضارة عمرها 2000 سنة. أنا مش عم بحكيك كلام شعر، وأنت بتعرف تماما أنه لبنان كل عمره عنده مكان من قوة. ليش نحن عم بيحولونا لمنطق استجدائي؟ سواء بالمنطق بالفكر الاقتصادي منطق استجدائي وشحادي، سواء بالمنطق الأمني كمان استجدائي وشحادي. لا، اليوم في حكومة لبنانية فيها كل أطيافها أستاذ بسام. نحن بلحظة اللي صارت هيدي العملية أنا بقوم بعطي أوامر للعسكريين لغرفة عسكرية معينة لمجلس الأمن المركزي، بياخد قرار سياسي قرار أمني إذا صح التعبير بأنه يرد على هيدي الضربة بضربة أخرى. هيدي الضربة هني تقنياً بيقدروا يعرفوا هي شو الطريقة اللي ما بتخلي العسكريين هونيك ويبتزوا الدولة اللبنانية، ونروح نطلب من قطر ونطلب من تركيا ونطلب من كل هيدي الأطراف الراعي إذا بدنا نعتبر لهؤلاء المنظمات، لأنه لو ما كانوا رعاة لهالمنظمات ما كانوا بيقدروا يحكوا معهم. نحن وصلنا لهون لأنه نحن عنا شيء اسمه منطق النقي بالنفس، اسمه النقي بالنفس. هو حقيقة ليس نقي بالنفس، بقدر أفسر أنا وياك، ولكن ما حدا نقي بنفسه. مزبوط، ما حدا نقي بنفسه، وهيدي كلام المزبوط، هيدا كلام اللي يعني ريتك كنت محل أستاذ مرسال واستعملت هيدي النقطة يعني. فبقى من أستاذ مرسال يعني بيعرفوا كيف لازم يحاور كيف بيحاور. ما اختلفنا صديقنا وحبيبنا أستاذ مرسال، بس ولكن بس في فرق يعني بين كمان النقي بالنفس والتورط كامل. لا في فروقات. هلا بنوصلهم. لا بس في كلمة قلتها دائما بعد الأحيان الكلام الجوهري لا يعيد مرتين. أنت مش حتعيدنا، أنا بعيدها. لا أنا بعيدها. لا، ما في حدا نقي بنفسه. ما حدا نقي بنفسه. ما حدا نقي بنفسه. لا، امبارح كنا عطشانين نسمع من أستاذ مرسال كلمة ما حدا نقي بنفسه، حتى من قالت هيدي الكلمة، بالرغم انه التدخلات كانت كلها لاسبابها يعني بالنهايه. بس ولكن بهذا اطار ملف العسكريين برجع بقول لك انه اكيد في اخطاء تراكمت وصلنا نحن لهون، لانه نحن عندنا منطق تجاري بالعمل السياسي. يعني نحن عم نتعاطى بمنطق تجاري، لم نتعاطى بمنطق سياسي سيادي على اساس مصلحه الدوله اللبنانيه. بالامس وقت صار في تحرير من قبل حزب الله للعنصر التابع لحزب الله، نحن طلعنا بحزب الله ما طلعنا فيه بمنطق انه لازم نتصرف مثله. نحن أو نهني عم بحرر المواطن اللبناني بالنهاية، طلعنا فيه بمنطق أنه كيف فينا نقدر نستثمر هيدا التحرير اللي عمله حزب الله بأنه نخلق تصدع داخل الجبهة اللبنانية، وأنه نأرجي أهالي العسكريين أنه ليك حزب الله عم بحرر جماعته مش عم بحرر الجماعة التانين. كتير منيح الدولة اللبنانية اليوم قال السيد حسن، وبنرجع نحن لخطابه اللي قاله بموضوع العسكريين، وطلع زلمي حكي بصريح العبارة هذا المنطق ما بيسوى، لأنه هذا منطق استنزافي. في منطق يعني الدولة برأيك كان لازم مثل ما قلت حضرتك أنه كان لازم الدولة تروح تعمل عملية عسكرية ما بعرف شو تقنيا تجيب شو بعرف شو لك. أنا ما وتبدلهم. أنا ما بسمح له الموضوع. أنا تقنيا بعرف أنا انخطف لي حدا، انا كدوله مش تقعد تصور عم مقايضه وغير مقايضه وتبحث اقتراحات. انا بضرب بخبط ايدي على الطاوله بضرب. هلا هيدي الضربه اللي بضربها بطبيعه الحال هي تقنيا هني بيدرسوها، لانه هني خبراء عسكريين، بتخليني انا بمنطق سيد بالمفاوضات، ما بيخليني بمنطق انا واحد بده يهدد بذبح وانا انطر فلان وانطر علتين وتصير عملت لي ازمه وطنيه. يعني اللي حلك وين الازمه الوطنيه والاحراج؟ انت بتعرف اكثر من غيرك. اليوم في حبس بلبنان اسمه حبس رومي، وفي قسم داخل هذا الحبس اسمه المبنى بيه.
يلي بيداخلوا الموقوفين الإسلاميين. هناك من هم مطلوبين ليروحوا على المحكمة ليمثلوا أمام المجلس العدلي ليحكمهم المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد. مش عم تقدر الدولة تجيب الموقوفين من داخل المبنى بيه لتاخدهم على المحكمة ليتحاكموا. ليش بعد الدولة ما تروح تعمل عملية وتجيب ليه ما فيها تجيبهم؟ لأنه بيصير في صدام بينه وبينه في صدام. لأنه يمكن مسلحين ويمكن معهم سلاح. شو عرفتي شو معهم؟ استاذ بسام نحن لأنه بتصير حياة العسكريين مهددة. نحن مشكلتنا هيك بقول في زمان في واحد مستشرق اجى لهون قال له شو اكتشفت بالشرق؟ قال له أكتر شيء اكتشفته بالشرق أنه ما في بتحكي الحقيقة إلا ما تحط معها ملعقة سكر. طيب بس قبل ما تكمل معنا رئيس شعبة العلاقات العامة بالقوى الأمن الداخلي الكولونيل جوزيف مسلم. نهارك سعيد. أيه هلا نهاركم أسعد كولونيل. يعني ما حقيقة ما حصل أمام يعني بمنطقة الصيف بخلال الاعتصام يلي كانوا عم بيقوموا فيه أهالي العسكريين وقطع الطريق، ما حقيقة ما جرى خصوصا مع الصحفيين ومع الإعلاميين؟ فيما يتعلق بالموضوع كان في قرار يعني من السلطة السياسية انه سماح لمنع قطع الطريق على المواطنين، لانه بالنهاية تم اكثر من فترة يعني بلش من الساعة 9 ل 9:30، انه كان اخر ميلة 9:30 كان في حوار ما بين السلطة السياسية وما بين الاهالي اسرانا وما بيننا نحن كمان، انه في امكانيه انه يفتحوا الطريق، لانه بنحب نقول اول شيء هودي اهلنا، وهودي يعني عم نحكي انا شخصيا كقوى امن داخلي عناصر هودي. نعم. يلي اسرى يلي مخطوفين هن اخوتي هن رفاق سلاح كقوى امن داخلي يلي نحن 27,000 عنصر لو بحق لنا نحن نتظاهر او نعتصم كنا بننزل نوقف حدهم، ولكن ما بنسكر الطريق. نحن بين شقوفين انه هو اهلنا، وانه كمان هالاهل مسكرين على اهلنا التانيين يلي هن على الاوتوستراد، مسكرين على مئات الاف السيارات يلي جايه على بيروت، وهيدا عم يسكروا الطريق على الدوره الحياتيه بلبنان. نعم. فكان قرار انه في قرار من السلطه السياسيه انه عدم اقفال الطريق، فهيدا حاولنا انه نرجع نفتح الطريق. للاسف يعني اخر شيء وصلت للقوه، وبالقوه بتعرف بده يكون في شويه عنف او تدافع بدون متمنى انه ما يكون يصير فيه يعني باي انه متمنى ما يكون يصير في اي اذى لاي شخص. فيما يتعلق بالصحفيين، كان قبل ما تم اتخاذ القرار لفتح الطريق طلب من الصحفيين انه الذهاب الى القرب من جريده النهار. نعم. لانه يعني ممكن كمان شكل انه اثناء التدافع، يعني نحن بنقول نتمنى انه دائما اثناء الوصول للعنف او للقوه بده يكون في نوع من اضرار معينه، يا اما على عناصر قوى الامن الداخلي او على الاشخاص باي عمل عنف بده يكون بالعالم. فحاولنا انه نبعد الصحفيين لمكان بعيد، هون حصل تلاسن ما بين الصحفيين وعناصر قوى الامن الداخلي. نحن بنعتبر مثل هي بندقيتنا يلي هي لحفظ الامن وحفاظ على امن المواطنين، الكاميرا يلي حامل الصحافي كمان تشبه البندقيه كمان بحفاظ على الامن وايصال الصوره الحقيقيه للناس، ولكن اثناء قائد القوه يلي كان موجود حب يبعد الصحفيين من هذا المكان تقوم بعمليه حفظ الامن النظام يلي هي مفروض انه نحن كنا نطبقها بهالمكان. هلا باي خطا بصير، اذا خطا اي صار على الصحافه نحن مستعدين نسمع نفتح تحقيق بهالمجال، ولكن هذا العمل كان ضمن اطار حفظ الامن والنظام يلي صار لفتح طريق على الناس يلي كانوا مكدسين على الطرقات على الاستراد يلي هو كان متجه من الشمال باتجاه بيروت. شكرا للكولونيل جوزيف مسلم رئيس شعبة العلاقات العامة بقوى الامن الداخلي. يعني وضحت قوى الأمن أنه شو كان صاير قرار من السلطة السياسية بفتح الطريق، وخلال إبعاد الصحفيين كمان حصل إشكاليات، وأنه هن مستعدين للتحقيق بهذا الموضوع. يعني عم بصير عند القوى الأمنية شفافية بالتعاطي ببعض المواضيع. مهمة على كل، بس بدي أرجع على الموضوع أنه عم تطلب من الدولة تعمل عملية عسكرية وهي على السجن الرومي مش قادر تفوت على المبنى. مش عم بطلب منها، أي أكيد عم بطلب منها تعمل عملية عسكرية لأنه هذا الشيء بمس سيادتها، ولكن بتقول لي من ما ينزلوا على جلسات أنه شو الطريقة بتعمل صدام؟ طب ومين مانع وتعمل صدام؟ طب ما في هيدي الدولة، ما بالنهاية نحن عايشين تحت سلطة القانون. ليش أنا وياك ملتزمين بالقانون وغيرنا ما بيلتزم بالقانون؟ ليش أي موقوف آخر بيلتزم بالقانون بيروح بيحضر جلسات وغيرنا ما بيلتزم بالقانون؟ كل الناس خلنا نشوف. يعني نحن اليوم إذا نحن ليش معتبرين إنه هيدا ملف سياسي؟ لا مش ملف سياسي، هيدا ملف قضائي. وقت بتتعاطى معه كملف قضائي، ما أنت اليوم عندك حكومة جامعة وفي غطاء سياسي من كل الأطراف السياسية لعمل هذه الحكومة. مين بيمنع اليوم وزير العدل
انه يطلب بهذا الموضوع انه جلبهم بالقوه، او اذا جلبهم بالقوه ما اجوا بالقوه بتعمل عليهم احكام غيابيه بطبيعه الحال، واذا بيرجع بيجي بتعدلوا المحاكمه، بتعدلوا المحاكمه بالنهايه في اصول، بالنهايه المجتمع ما ترك بعدين هذه كمان قصه محاكمه غيابيه امام المجلس العدلي وهن موجودين بالحبس ما في عليها نقاش، لا في ما في نقاش، ليش بدنا نحن ناخذها باطار الاجتهاد؟ لا اليوم نحن الدوله اللبنانيه وقتها بتستعمل قوتها خلص اليوم ليك بدي اسالك سؤال، اليوم باي مجال اللي كان نحن عايشين ببيئة سياسية بتعرف كتير منيح انه ملتزمة بالقانون لانه مقتنعة انه في قانون بالبلد ومقتنعة انه اليوم في ثواب وعقاب بهذا الموضوع. طيب ليش في محلات تانية هالشي مش عم بيصير؟ يعني اليوم نحن ما نحكي بإطار موضوعي وعملي، اخر شيء اليوم بنهاية المطاف وقتا نحن بنخلق ملفات سياسية وبنعمل عليها بلوكاج إذا بدنا نعتبر أو بنعتبرها حالة معينة يجب النقاش فيها سياسيا وبنعتبرها ملف سياسي ومنكبر هذا الملف السياسي وبنحطه على طاولة مجلس الوزراء، بطبيعة الحال ما حدا حيخد مواقف سلبية أو إيجابية أو سلبية بهذا الموضوع، ولكن وقتا بنعتبر أنه هذا أمر قضائي السلطة السياسية تستعمل السلطة الأمنية تتعاطى بهذا الملف بطبيعتها، ما منكون نحن بطبيعة الحال عم نكبر هذا الملف، الأمور بتمشي على طبيعتها. بس ولكن إذا نحن بنعتبره ملف سياسي وأنه هذا بطبيعة الحال هذا يعني يصيب طائفي دون أخرى أو مذهب دون آخر، لا طبيعة الحال على بطائفي أو نحن ممكن لا رح أقول لك بأي ما له علاقة بمذهب معين، لأنه هذا المذهب اللي هن عم بيلزقوا فيه هذه الجماعات. بارح الرئيس سعد الحريري عم يحكي عن الاعتدال وعم يحكي عن هذا المنطق اللي قال انه في ناس صوروا الطائفه السنيه وكانه كلها داعش. رح اقول لك شغله صغيره، ليك الطائفه السنيه مش عم جاملك، نحن عايشين معهم، نحن بصغرتا عايشين معهم، هي ام الاعتدال وام المقاومه وام كل شيء بدنا، ونحن في كتير اشياء اخذناها منها عبر التاريخ ونحن عنا صداقات تاريخيه نحن وياهم من ايام عبد الناصر لحتى اليوم للملك سعود الفيصل لليوم. بس ولكن بهذا الموضوع ملك فيصل بدي اقول لليوم نحن بهذا الإطار اللي بقول لك شغلة كتير أساسية إنه ما حدا إجا لزق بالطائفة السنية هذا الموضوع، بس ولكن بعد ممارسات الأطراف السياسية الموجودة بالبلد وصلت لنتيجة معينة إنه نحن استدرجنا المشكل المذهبي الإقليمي حطيناه عنا بالداخل اللبناني بالوقت. بس مش اللي نحن الطائفة السنية يعني مش استدرجت هذا المشكل، مش الطائفة السنية، انتبه لي أنا مش عم بقول لك الطائفة السنية، في من ينتمي إلى الطائفة الشيعية استدرج هذا المشكل، في أفرقاء سياسيين اليوم موجودين على الساحة اعتبر أنه استدراج هذا المسكن الإقليمي ومذهبة الأمور بيوصل لنتيجة توازن مع حزب الله. بعدين استدرك هذا الفريق، ومبارح حديث الرئيس سعد الحريري هو منطق استدراكي، منطق استدراكي بأنه لا نحن هذا طائفة قائمة على الاعتدال، مزبوط طائفة قائمة على الاعتدال والطرف الآخر هو طائفة قائمة على الاعتدال، فبقى على هالأساس نحن اليوم عم نعمل منطق استدراكي من قبل الرئيس سعد الحريري، لأنه تبين بنهاية المطاف أنه اليوم وقت أنت بتروح على وقت بتروح مرة حكي بالتطرف، لا ما حكي بالتطرف، نحن عم نحكي لك شغلة صغيرة أساسية، اليوم أنت اليوم وقت بتخلق جو شاحن بالبلد لجوين متناقضين بالبلد بطبيعة الحال هذا الأمر يتفاعل، بس ولكن بالنهاية هذا الجو بيفلت منك، يعني اليوم الحريري كان مسؤول عن هذا الجو الشاحن، مش عم بيسأل لك شغلة صغيرة أو المشحون، مش هو مسؤول عن الجو، هو بالنهاية كان جزء أساسي من المشكل اللي صاير بالبلد. نحن كنا عم نقول نحن كل مشكل بده طرفين، لحظة نحن كنا عم نقول نحن كطرف سياسي موجود بالبلد كفريق 8 أدار أنه نحن الجو الغربي اللي بده ينعكس على الواقع الإقليمي نحن ما نجي نجيبه على بلدنا، كان الطرف الآخر عم بيتعاطى بمنطق عملاني عم نحكي أنه لا نحن جزء من سياسة الغرب في هذه المنطقة، يجب أن نتفاعل مع سياسة الغرب في هذه المنطقة وتفاعل بطبيعة الحال، هيدا عكس جو تشنجي بالبلد وجو مشاكل بالبلد من سنة 2005 إلى اليوم، هيك رأتنا للموضوع. نحن كنا عم نقول له نحن السياسة الغربية هي سياسة استعمارية بالمنطقة، يعني السياسة ما بدها لا ربيع عربي ولا سياسة بدها ديمقراطية، هي السياسة قائمة على مصلحة إسرائيل بطبيعة الحال وقائمة على مصالحها بالنفط وأدواتها هي المشكل السني الشيعي. نحن كنا عم نقول ليش بدنا نستدرج هذا الموضوع، خلينا نحن كلبنانية كسنة وكشيعة وكمسيحيين نعطي نموذج أنه نحن بغنى عن هذا الموضوع ونحن نقدر نعممه على المستوى العربي العام وعلى المستوى الإسلامي العام. لا الطرف الآخر عمل عملية معنا شيء، خلينا نكون نعمل نقد ذاتي، لانه نحن فريقنا بنقدر نعمل نقد ذاتي وانا بقدر انتقد لك حالنا من هلا ليوم لاخر يوم بهالدنيا بقدر ننتقد، ما حدا كامل، بس ولكن الفريق الاخر امعن في هذا الموضوع وتبين انه لا في كتير من الناس المحاطين بفريق 14 اذار او جزء اساسي من 14 اذار معتبرين انه هذا المشكل المذهبي بيعطيهم ادوار سياسيه وهذا المشكل المذهبي بيعطيهم ادوار بيكون بحاجه لقانون الرئيس سعد الحريري. على كل رح نتابع بهذا الموضوع، بس خلينا نأخذ أول بريك إعلاني ومنتابع بهذا الموضوع. بيعمل.
ونعود لمتابعة نهاركم سعيد من الـ LBCI مع القيادي في تيار المردى الأستاذ سليمان فرنجية. كمان مرة جديدة رح نرجع لوسط بيروت عند زميلنا مروان نصيف. يبدو أنه أهالي العسكريين عم بيغادروا المنطقة. خلينا نشوف شو في تفاصيل جديدة. تفضل مروان. بسام، كما تشاهدون أهالي العسكريين المخطوفين تركوا محلة الصيف في هذه الأثناء وهم في طريقهم إلى رياض الصلح. ليش تركتوا السياحة؟ شو اللي صار؟ قمعونا بالقوة، ضربونا، كسرونا، وهينا طالعين على رياض الصلح. كتر خيره ونعطينا ألف عافية. أولادنا فوق عم بموتوا كل موت، ونحن جينا موتونا على التراب. ليش تركتوا السياحة هناك؟ شو السبب؟ قمعونا خيو، شو بنعمل يعني؟ بنحارب الدولة؟ ما رح نحارب الدولة، احنا كلمتنا محقة. عم نقول لهم يسرعوا بهالملف، يخلصونا اولادنا بالمنيحة والعيش. هذا ملف ماشي على البطيء، عم نترجيهم. عم نقول لهم يا عمي اولادنا عم يموتوا كل دقيقة، وعم نموت معهم، عم يجينا تهديدات. شو قادرين نعمل غير هيك يعني؟ يعطيك العافية. شو يلي صار معك تحديدا؟ رايحة على المستشفى بصراحة، يمكن تكون ايدي مكسورة لانه ده. لا مش بالعصبيه، هيدا تبعيت عن جد، لانه مش والله العظيم مش قادر. رايحه على المستشفى هلا. ليش ضربك؟ شو قلتي له للعسكري؟ ضربني، دفشني، واقفه انا هيك ما بدي اقوم عن الطريق. وليك اتطلع وجهك صوبي حاجة. كلنا سوا ليك كلني ماي، بس دفشوني، ايدي كثير عم تجعني. يعني اذا واحد جاي هيك انه ما بعرف شو بدنا نحكي، عن جد عيب. مزلينا كثير، عيب علينا والله العظيم، مش عارفين شو بدنا نقول. بس يعني بشو مع دولتنا هيك تبهدلنا. في جرحى كان بالاشكال، وحده اخذوها على المستشفى ما بنعرف شو صار فيها. ولا خالد مقبل كثير، في مره ثانيه كمان امبلا كمان فكشوا لها اصبع. ايه عيب، ما بيصير هيك. اذا كما تشاهدون اهالي العسكريين المخطوفين يغادرون منطقه الصيف ويعودون الى اعتصام ساحه رياض الصلح. هناك جريح نقل الى المستشفى، وهناك بعض الاصابات الطفيفه من ردود الى غيرها. كما قالت احدى اقرباء المخطوفين منذ قليل، التجمع الأمني بسام لا يزال موجودا بالقرب كما تشاهدون من بيت الكتائب المركزي. نحن اقتربنا في هذه الأثناء من ساحة قطع الطريق، من ساحة الصيفي، وتستطيع الكاميرا أن تتخذ هذا الكم والعدد الهائل من العناصر الأمنية المتواجدة في محلة الصيفي، علما أن أهالي العسكريين تركوا الصيفي، وكما سبق وذكرت لا يبلغ عددهم 50 شخصا كانوا متواجدين أمام بيت الكتائب وقطعوا الطريق. ستكون بطبيعة الحال هناك كلمات لأهالي العسكريين أو بيان رسمي أو مؤتمر صحافي، لم نعرف بعد، لكن في ساحة رياض الصلح بعد قليل. أوكي. نعم بسام، نعم. شكرا لك مارون على كل، ونحن رح نتابع معك يعني كل التطورات التي تحصل في وسط بيروت. كمان قبل ما ارجع تابع انا وياك، بدنا نفتح ملف جديد، بس هالمره بنفتحه من المجلس الدستوري. في عندنا هونيك زميلنا ادمون سيسين، لنشوف المجلس الدستوري وين صار بالنظر بالطعن المقدم من التيار الوطني الحر بالتمديد يلي انتم كنتوا مشيتوا فيه للتمديد. نحن مشينا بالتمديد لقناعات سياسيه بالنهايه، نحن ما قلت لك نحن براغماتيين. خلينا نشوف المجلس الدستوري شو عندهم. هارك سعيد ادمون. نهارك سعيد بسام. ادمو، شو الذي توفر عما سيقوم به المجلس الدستوري في جلسة اليوم؟ نعم، يعني جلسة جديدة يعقدها المجلس الدستوري في هذه الأثناء للبحث بالطعن المقدم من قبل نواب التيار الوطني الحر ضد قانون التمديد للمجلس النيابي. ما هو مؤكد أن المجلس الدستوري سوف يناقش اليوم مسودة القرار التي تم التوافق عليها في اللجنة المصغرة التي اجتمعت يوم الأربعاء. من المعروف أن المجلس عقد قبل هذه الجلسة اجتماعين مصغرين، الأول يوم الأربعاء ضم 4 أعضاء، وفي خلاله تم وضع مسودة قرار وتم التوافق على وجهة نظر موحدة داخل اللجنة المصغرة. بالأمس اجتمع عضوان في المجلس الدستوري وناقشا وعالجا حيثيتين قانونيتين يعني تتصلان بمادتين بالدستور لها علاقة بموضوع الطعن المقدم من قبل التيار الوطني الحر. اليوم حصيلة ما جرى في الاجتماعين المصغرين سوف يوضع على الطاولة، وبالتحديد مسودة القرار، في محاولة للمجلس الدستوري للبدء بالعمل على إصدار قراره تجاه هذا الطعن. من المعروف بسام أن القرار يحتاج إلى 7 أعضاء كأكثرية، وأمام المجلس الدستوري مهلة حتى يوم الجمعة في الأسبوع المقبل، أي قبل السبت
في 6 كانون الأول، يوم الجمعة الواقع في 5 كانون الأول. الأكثرية طبعا المطلوبة 7 أعضاء والنصاب المطلوب 8 أعضاء. إذا لم يتمكن المجلس الدستوري من اتخاذ قراره سواء برد الطعن أو بقبول الطعن، يعتبر القانون أي قانون التمديد للمجلس النيابي نافذا حكما. اليوم أيضا ليس هناك من تحرك للمجتمع المدني أمام المجلس الدستوري، ولكن علمنا من بعض المصادر أن بعض الناشطين في المجتمع المدني قاموا منذ الصباح بتعليق الصور يعني أمام منازل بعض أعضاء المجلس الدستوري أو على الطريق الذي يسلكونها من أجل الوصول إلى المجلس الدستوري في إطار الضغط عليهم من أجل إصدار قرار بقبول الطعن ورفض التمديد للمجلس النيابي. بسام، شكرا لك إدمان، ونرجع لك في حال انتهاء جلسة المجلس الدستوري في خلال هذا البرنامج. طيب، السؤال الأساسي يعني اللي يتوجه بموضوع الطعن، أنه أنتوا يعني وافقتوا على التمديد ومشيتوا بالتمديد، اليوم المجلس الدستوري يدرس الطعن بهذا التمديد، يبدو أنه هناك في قرار، ولكن هذا القرار يعني قد لا يكون قرار ملزم أو يتجه مباشرة للطعن بالتمديد. هلا كل شيء ممكن، أنه بنهاية المطاف بنهاية مجلس دستوري وعنده سلطة قضائية معينة، بطبيعة الحال هو بينظر مدى دستورية هذا القانون أو عدم دستورية هذا القانون. ولكن نحن بنقدر نناقش هذا الموضوع بالمنطق السياسي، بالمنطق السياسي نحن اعتبرنا أنه نحن يجب أن نذهب إلى التمديد، هذا ما توافق عليه اللبنانيون، الظروف السياسية لا تسمح والظروف الأمنية لا تسمح بإجراء انتخابات نيابية، ليس هناك من قانون غير قانون 1960 اللي اتفقنا عليه بتركي أنه نحن مش هنشارك بالانتخابات على هالأساس. المعطيات الدولية كلها كانت عم تتقاطع مع استقرار لبنان بمكان معين كتوازن قوى على الأرض، بطبيعة الحال نحن نتفاعل إيجابا مع هذا الواقع. هلا الطرف الآخر أو حليفنا إذا صح التعبير التيار الوطني الحر كان عنده رأي مغاير، كان عنده رأي مغاير عنا بالفترة السابقة، نحترم هذا الرأي، نتعاطى بالمنطق الديمقراطي مع هذا الرأي، ولكن بنهاية المطاف لازلنا على موقفنا بموضوع الظروف التي أملت الذهاب إلى التمديد. في حوار بينكم وبين التيار الوطني الحر؟ وحوار دائم، أنه نحن حلفاء بسام عمليا، يعني بقدر بحكيك نحن فعلا هذا الحلف مش حلف يعني مصطنع، لا في تفاعل على مستوى القواعد الشعبية، حتى في تفاعل على مستوى القيادة، نحن عنا إراء كتير تختلف في بعض الأحيان مع التيار الوطني الحر، ونلتقي ببعض النقاط الاستراتيجية والأساسية، كمان نلتقي ببعض النقاط التكتيكية. بطبيعة الحال برئاسة الجمهورية وين تلتقيوا؟ نحن برئاسة الجمهورية، نحن منطق الرئيس القوي نحن معه. يعني نحن بقدر أقول لك شغلة أساسية استاذ بسام، أنت لك من الآخر، نحن إذا بيجي أي شخص من الأربعة نعتبر أن المسيحي وصلوا الحق الأربعة، يعني سمير جعجع خصمنا السياسي، نعتبر أنه وصل حقنا المسيحي، نحن منعارض بطبيعة الحال، تبه يمكن ما بننتخبه كمان، بس ولكن نحن نتعاطى بمنطق أنه ديمقراطي، منعتبر أنه المسيحيين وصلوا حقهم، هذا الرجل يمثل يعكس إرادة تمثيلية مسيحية، يعكس شيء من الوجدان المسيحي، بطبيعة الحال أنا بقدر أقول نحن كمسيحيين صرنا شركاء بالعملية السياسية. إذا إجا رئيس أمير جميل ونحن بموضوع العماد ميشيل عون، نعتبر أنه نحن كتحالف سياسي نعتبر أن العماد ميشيل عون لديه الحق بأن يكون رئيس للجمهورية، لديه كتلة نيابية كتير كبيرة، يعكس قدر كبير من التمثيل المسيحي، نحن داعمينه بوصوله إلى رئيس الجمهورية. هدفنا نحن الرئيس القوي مش هدف استهلاكي يعني إذا صح التعبير، وللأسف امبارح الرئيس رفيق الله يرحمه الرئيس سعد الحريري تعاطى بهذا الموضوع، أكيد هو عم بيعبر عن رأيه بصريح العبارة، ونحن نحترم هذا الموضوع، وكان كتير إذا بدنا نعتبر أنيق في قراءته أو في عرضه لفكرته السياسية، وهذا محل تقدير، بس ولكن تعاطى مع هذا الملف بعدم إذا بدنا نعتبر تماس مع مشاعر المسيحية بصريح العبارة، يعني إذا تعاطى بسطحية مش بالعماد ميشيل عون لا، تبين أنه عند الرئيس سعد الحريري ليس هناك من تفهم حقيقي لهالواقع اللي نحن عم نشرحه، واللي عم بيشرحه ضمنا سمير جعجع، واللي عم بيشرحه ضمنا أمين جميل، واللي عم بيشرحه ضمنا البترك الماروني، واللي عم بيشرحه ضمنا العماد ميشيل عون. نحن اللي بهذا الإطار نحن عم نعتبر أنه البلد مش هو السنة والشيعة، خلينا واضحين، عظيم كتير منيح، خليك يعني بلشت في المكان، تفضل كمل. نحن بلد مش نحن متحالفين مع الشيعة بالبلد، وانا تحالفات سنية بطبيعة الحال مع حلفائنا التاريخيين، ونعتز بتحالفنا معهم، بس ولكن بالنهاية في حقيقة اسمها لبنان. شو هو لبنان؟ لبنان هو صيغة. شو هي الصيغة؟ هي مسيحي مسلم، مزبوط، هي تفاعل مسيحي مسلم، الصيغة هي هذا المسيحي، هذا المسلم الذي يشبه المسيحي، هذا المسلم الذي لا يشبه المسلم الآخر في هذا الشرق، إنما يشبه المسيحي، هي الصيغة. هذه الصيغة الموجودة
بدنا نتخلى عنها. رئيس سعد الحريري امبارح وقت كان عم بيطلع بالقضوي الى ما هنالك كل هذه المشاهد اللي شفناها امبارح كان عم بيحلم بلبنان وقال انا عم بحلم بلبنان وانا عم بحلم بهذا البلد اللي بحب اشوفه ضوي مثل هذا البلد عم بحلم ببلد رفيق الحريري معه حق. طب تنوصل له نحن في عنا خريطه الطريق. من خريطه الطريق اللي بدنا نوصل لها انه نيجي نقول لهم انتم يا مسيحيه بطريقه ما انتم موجودين معنا ونحن بدنا نتفاعل معكم. انتم مش ديكور، انتم مش كريمه عجتو، انتم مش انه مزينين العلاقه مع في عنا حزب الله حركه امل، في عنا تيار مستقبل، هون نحن مزينين بالرئيس امين جميل والدكتور سمير جعجع، وهون مزينين بالعماد بشير عون والسامي فرجيل. شلون بدنا مش هنا نحن مش هذا الدور اللي طالبينه ونحن مش هذا هو الحقيقه اللي نحن بدنا نعيشها. رئيس سعد الحريري نحن مع انه يفوت اعمق بهذا الموضوع. وانا هون مثل ما قلت لك يعني انه مع الاستاذ مارسيل امبارح اللي بنعزه وبنحترمه صديقنا وخينا شوية تفاعل أكثر بهذا الموضوع يوصل الحقيقة يعني بأي موضوع. خليني أقول شغلي بارح الرئيس سعد الحريري قال أنه أنا بالحوار مع السيد حسن نصر الله بدي أطرح عدة نقاط، يعني تيار مستقبل كتيار مستقبل من بين انتخابات رئاسة الجمهورية. وقال أنه أحنا إذا صار هذا الحوار ما رح نسمي أسماء، وقال أنه لا العماد عون عنده حظوظ ليوصل لرئاسة الجمهورية ولا الدكتور سمير جعجع عنده حظوظ ليوصل لرئاسة الجمهورية. مظبوط. طيب. وأنه نحن بدنا نشوف كيف نتفق على رئيس توافق. مظبوط. طيب هل يتحمل الرئيس سعد الحريري أو السيد حسن نصر الله مسألة الدور المسيحي بهذا الموضوع؟ يعني كما هناك حوار بين أو حوار مرتقب بين تيار المستقبل وحزب الله، أين الحوار المسيحي المسيحي؟ برافو عليك. مع خبر أنه فكرة أنه شوفوا المسيحيين شو بدهم وشو بيتفقوا عليه نحن نمشي فيه، أنا برأيي هذه كلام حق يراد به باطل، لانه بيعرفوا تماما وسلفا انه المسيحيين ما راح يتفقوا. ما راح يتفقوا. كيف الحل لك يعني؟ لا اليوم نحن وقت ما نكون عندنا جهوزيه وطنيه على المستوى الوطني العام انه نحن لا يمكن هن بكلام صريح من الرئيس سعد الحريري وبكلام صريح من السيد حسن نصر الله من كل الاطراف شركائنا والاستاذ وليد جنبلاط انه نحن لا يمكن الا ان نرضى برئيس تعكس الاراده المسيحيه بطريقه او باخرى. كثير منيح. انتبه وقت انت بيكون عايش هذا الجو الوطني بتقدر توصل لنتيجة، لأنه في كتير أشياء من الأمور الوطنية على طول عم نتخطاها. امبارح رحنا للتمديد لأنه عملنا توافق وطني على التمديد خطين العماد بشير عون. إيه بس اليوم حزب الله اليوم يستطيع أن يتخطى العماد بشير عون. لا لا مش عم بطلب إنه يتخطى الرئيس سعد الحريري أو الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع يمكن اتفقوا على تخطي هذه القصة. خليني فكرة استحقاق وطني أو لا انتخابات نيابية. نيابية خطوا العماد بشير عون ولا لا ومشوا في كتير مش عم بطلب إنه يتخطوا بالمنطق الرئاسي. أنا مش عم بطلب يتخطوا المنطق الرئاسي، بس ولكن إذا كان هني عندهم القراءة الوطنية وإنه ضرورة الوطنية إنه تنوصل هذا البلد المشع مثل ما شبه الدلع التور إيفل وفرنسا والعيد إلى ما هنالك، بدنا نوصل لمحل نخلق هيدي الحالة اللي عم بحكيك عنها. تنخلق هيدي الحالة اللي عم بحكيك عنها بده يتفاعل مع المسيحي، تيتفاعل مع المسيحي على مستوى القرار السياسي، تيتفاعل مع على مستوى القرار السياسي هو بحاجة لقيادات سياسية بتعكس الإرادة الشعبية. طبعا ما منهم موجودين هالقيادات السياسية. لحظة. القيادات السياسية شو عم نقول نحن لهم؟ عم نقول إنه هيدي القيادات السياسية إذا مشاركة بالقرار السياسي بطريقة أو بأخرى يمكن الأربعة يجتمعوا على بسام أبو زيد. مش مارون يعني. لحظة وصلنا حقنا. بس ولكن بالنهاية عكسوا هذا الجو بالأستاذ بسام أبو زيد. نحن عم نقوله أنه أنتم اليوم طب يكون عندكم هذا الإيمان بهذا الشيء، لأنه هذا الإيمان لم يتوفر. نحن بما يعني بعلاقتنا مع حزب الله وحركة أمل وحلفائنا نحن بقدر أكد لك نحن أنا باسم تيار مرضى بأكد لك أنه هني مؤمنين بهذه النظرية. الطرف الآخر يتعاطى مع هذا المنطق مش بالمنطق الكيدي تكون ضميري مرتاح، مش بالمنطق رفض الوجود المسيحي والصيغة المسيحية والتعاطي والتفاعل مع المسيحيين ودور المسيحيين لأنه هم يشبهون المسيحيين، ولكن في قراءة سطحية لهالموضوع أنه نحن إذا كان هناك ثمة رئيس قوي لا دور لنا في السلطة التنفيذية. وهون النقاش بس ممكن يكون أطراف سنية عم تفكر بهالطريقة. ليش؟ أنه حزب الله كمان مستحق الرئيس القوي؟ بدي لك ما بدي أحكي أطراف سنية، عم أحكي أنا تيار مستقبل. طيب تيار مستقبل ليش حزب الله مستحق بالأمس في رئيس قوي؟ في أحد الأشخاص مع بمحطة تلفزيوني تانية ماروني سني لفظ 70 كلمة ماروني و70 كلمة شيعي وكذا آخر شيء ده على الوفاق الوطني. ما بدنا نحن اللي عم نقوله بهذا الإطار، نحن عم نقوله معلش استاذ بسام، نحن عم نقول إنه الطرف الآخر مش هو رافض هالمشاركة المسيحية، بس ولكن معتبر إذا كان هناك ثمة رئيس قوي، إذا كان سمير جعجع
ما هو ما رفضوا لسمير جعجع، ما هو قال لك انا مرشح سمير جعجع. انت هون من انا بدي ناقشك بهيدي النقطه انه هو سمير جعجع مش مرشحه، لانه نحن لانه نحل لك شغله. الطرف الاخر بيقول لك كمان عماد عون مش مرشح. لا ما قال مش مرشح. الطرف طرف تيار المستقبل تعاطى مع ملف مع موضوع هو بيعرف تيار المستقبل انه وحده رايحين على الاستحقاق الرئاسي من بعد الرئيس ميشيل سليمان في شيء حكمي اسمه ترشيح عماد ميشيل عون. استدرك تيار المستقبل هيدي الحاله بترشيح سمير جعجع. سمير جعجع يريد جعجع ترشح قبل ما يتبنى خليني تيار المستقبل. خليني امشي معك خليني امشي معي وبس افسر لك الفكره مزبوط. تفضل تفضل. سمير جعجع بيعتبر انه هو لا يمكن انه يوصل لرأي جمهوري لاعتبارات هو عنده قراءه ذاتيه بس، ولكن سمير جعجع يريد من هذا الاستحقاق أن يكون مرشح لرئاسة الجمهورية. صفة المرشح لرئاسة الجمهورية عنده اعتبارات سياسية معينة نظراً لكثير من الملفات. هيدي هدف بالنسبة للدكتور سمير جعجع، التقى مع هدف بالنسبة لتيار المستقبل اللي بيعتبر أنه في شيء اسمه إليميناسيون، يعني اليوم منشيل منخلق حالة تنقدر نشيل عماد ميشيل عون، ترشيح عماد ميشيل عون، منشيل ترشيح الدكتور جعجع اللي هو مش هدف له للرئيس أمين جميل عند فريق 14 أدار وعند الرئيس سعد الحريري. هون الرئيس سعد الحريري هون بوصلك أنه لازم يعتبر أنه شريك بالسلطة التنفيذية مش ضروري أنه يكون إنسان موجود موظف مع احترامنا للجميع أو إنسان بيقدر نقدر نتعاطى معه بمنطقة الإملائي. طيب. نحن هون بعتبر أنا أنه دكتور جعجع برئاسة الجمهورية أكيد لك شغلي ليس مصلحة لسعد الحريري، رئيس جميل ليس مصلحة لسعد الحريري. طيب بهذا أنا بدي سلم معك نقاش بهيدي النقطة. نحن الفكرة بشكل عام يا أستاذ بسام لازم نقولها نحن انه المنطق الرئيس اللي بده يجي بيجي توافقي، المنطق التوافقي اللي عم نقوله نحن انه يا دولة الرئيس سعد الحريري بهيدا الملف يجب ان نتعاطى بمنطق كتير كتير ضمن حتى ضمن المصلحه الذاتيه، مصلحتك السياسيه الذاتيه بانه يكون عندك شخصيه سياسيه بتقدر تسندك بكتير من الملفات الوطنيه، اللهم اذا كان اكيد في عندك ملفاتك الوطنيه. انا بدي سلم معك بهالمنطق. لماذا لا يقوم العماد عام بالقول بما انه انا ما عندي حظوظ اوصل على رئاسه الجمهوريه، خلي سليمان بيك فرنجي هو يكون ويمكن يقدر يجيب سليمان بيك اصوات من 14 اذار واكيد بياخذ اصوات من اذار ويصل الى رئاسه الجمهوريه. شو المانع؟ خلي لك اذا هي المنطق صحيح هيك بيقطع الطريق على الرئيس الحالي. خلي لك شغله اليوم العماد ميشيل عون عنده خلفيات ودوافع تترشح على رئيس الجمهوريه عظيم، بيعتبر هو انه كل المقومات اليوم موجوده بشخصه كثير مني بس يمكن ما عنده الحظ يوصل. خلي لك شغله اليوم هو بيعتبر العماد ميشيل عون انه العذر اللي بدكم تعطوه للعماد ميشيل عون مش عذر مقبول بخليه انه بنهايه المطاف يقبل باي تسويه اخرى. يعني بمعنى انه انا ليش انه اخر شيء بالنهايه انا كشخصيه سياسيه مسيحيه عند حيثيتها السياسيه التمثيليه اخذت ارقام كتير عالية سواء بال2005 2009 وهي حاله مسيحيه فريده من نوعها، ليش ما بكون بسده رئاسه الجمهوريه؟ هذا الرفض بيعتبروا العماد ميشيل عون هو رفض حتى من حيث الشكل هو رفض مش مبرر. هلا اليوم انك تيجي تطلب من العماد ميشيل عون انه يتنازل عن هذا الموضوع لمصلحه فلان او علتين، يعني بنهايه المطاف هيدي مرحله هيدي مرحله مش هيك بيتم التعاطي فيها. اليوم في تبرير معين لعدم ترشيح العماد ميشيل عون او ايصال العماد ميشيل عون، اذا العماد ميشيل عون اجى مد ايده ومد ايده لتيار المستقبل وهو متحالف مع السيد حسن نصر الله ومع حزب الله وحركه امل وعطى بذره حسنيه لطريقه بناء هذا الظن، شو تواجه العماد ميشيل عون؟ تواجه العماد ميشيل عون بمنطق اخر روح تحالف مع المسيحيين او تحاور مع المسيحيين وخلي المسيحيين يحكوا معك وعلى اساسها تعال عنا. ما هي هيدي حاله مسكره، ما هي لا ما فينا انتبه ما فينا نحن نربطها بهيدي الطريقه، نحن ما فينا نخلق حاله احراج مسيحي مسيحي تنهرب من فكره الرئيس القوي. هيدي هي المشكله الاساسيه. نحن عم بقول لك شغله كثير اساسيه انه فكره الرئيس القوي ما نحن ما تقلي تنازلكم العماد ميشيل عون لا انتم، ما هي بسالك استاذ بسام فكره الرئيس القوي نضجت ولا بعد ما نضجت؟ اليوم فيك تسال هذا السؤال اذا نضجت فكره الرئيس القوي، بس انا بقول لك لحديت هلا انه فكره الرئيس القوي لم تنضج بعد ونحن بحاجه. طيب رئيس قوي بشو استاذ سليمان؟ يعني اليوم نحن بحاجه. اليوم مشكله العماد عون كانت مع اتفاق الطائف يقول بانه هذا الاتفاق جرد رئيس الجمهوريه من صلاحيته. يعني اليوم 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 الرئيس القوي بشو؟ رئيس القوي بشخصيته، رئيس القوي بالشعبيه اللي عنده اياها بشو؟ الرئيس القوي الرئيس القوي شو بيعمل اذا منه قادر منه من ما عنده ما عنده ما عنده صلاحيات دستوريه؟ هو رأس السلطة بمنطق بمنطق العماد عون اذا ما عنده صلاحيات دستوريه شو قادر يعمل؟ هو رأس السلطه التنفيذيه عظيم. بعدين هو شريك بالسلطه التنفيذيه، لديه اوراق قوه ولديه اوراق ضعف. اليوم اي شخصيه سياسيه عندها الجرأه انها تاخذ مواقف
في قاعدة شعبية وراها، في طائفة وراها، بطبيعة الحال يحسب لها حساب بالمنطق المساكي خيي. أنا نحكي منطق مساكي بس، ولكن إذا بيجي شخص مثل ميشيل سليمان لا يعكس المنطق المساكي، لن يتكلم عن المساك، لن يتكلم عن المساك، بده يجي مثل شخصية العماد ميشيل سليمان شو بده يقول؟ بده يقول أنا بدي أرضي الكل تكون أنا موجود. تأرضي الكل، أنا ما بعمل حسابات لطائفتي مثل ما بعمل حسابات لطائفتي، بدي أعمل حسابات للطوائف الأخرى. إذا غبن الطائفة طلع مش راضي حدا بالآخر، مش راضي حدا العماد سليمان بالآخر، لا طلع راضي لا لا ردي فريق 14 وردي ما تتلهم لا ردي وعرف شيء وش بده. ليش العماد سليمان فرض على حزب الله إعلان بعبدة، ولا حزب الله وافق على إعلان بعبدة؟ من ردي الكل، ردي الكل بس غير 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 يعني غير لازم ردي الكل، ردي لا رضيهم بس اذا ما طلعوا اوفياء معه شو خصنا نحن يعني هلا عم بيطالب هو ما طلعوا اوفياء معه ها في يمكن ما طلعوا اوفياء معه ما بعرف ما بشوفه على التلفزيون. اليوم الفكره انه نحن منطق الرئيس الاول مثل ما قلت لك انا بعد ما مضي هون المسؤوليات اللي نحن عم نحكيها هي على عاتق افريقاء السياسيين. يعني مثلا الدكتور جعجع عمل دعسي ناقصه بموضوع انه انا يا عماد عون انا بنسحب وانت بتنسحب وفي عندنا كثير مرشحين نحن موجودين نمشي فيه. شغلي يا دكتور شغلي كمان تانية الدكتور جعجع قال له شرف الأنزل أنا وياك على البرلمان واللي بيطلع صحتين على قلبه. من اللي قاله؟ دكتور جعجع قال العماد ميشيل عون. لا دكتور جعجع قال لحظة أستاذ سليمان عراسي عراسي دكتور جعجع عم بيردد هيدي الشغلة من أول نهار ترشح فيه. خليني أقول لك كلمة صغيرة. الدكتور جعجع قال العماد ميشيل عون هيدي المبادرة، لب المبادرة تبع العماد ميشيل عون كان هيدي، ودليل على ذلك أقول لك شغلة صغيرة. امبارح الرئيس سعد الحريري ما حكي عن هالمبادرة ولا جاب سيرتها لا من قريب ولا من بعيد، واعتبرها كأنها غير موجودة، رغم إنه هي بتعكس الرأي بالضمن اللي عم بيقوله هو إنه أنتوا روحوا يا مسيحيين اتفقوا على حدا. هلا هون اللي بدي أقول لك إيه، الدكتور جعجع ما بيحق له بالمنطق المصلحة المسيحية إذا بيدعي زعيم المسيحية أو بيدعي أنه هو حريص على مصلحة المسيحيين أنه يجي هو يتنازل عن هذا الحق. عظيم كتير منيح. لحظة، ما بيقدر يتنازل عن حق بأنه يكون رئيس جمهورية لتيكرس لحلقة شو عم بيكرس؟ عم بيكرس حالي أنه أي شخصية سياسية بتكون مسيحية وعندها حيثية مسيحية ممنوع تعمل رئيس جمهورية. عظيم. اليوم وأي حالي اليوم شعبية بعده مرشح وعم ينزلوا نوابه ونواب طوار المستقبل كلهم سوا عم ينزلوا على البرلمان. طب انزلوا على البرلمان انتو وعملوا انتخابات بين العماد عون والدكتور جعجع. لحظة، اخذتوا ضمانات بهذا الموضوع؟ شو ضمانات؟ لحظة معلش بسام، هيدي ضمانات شو بدو ياخدوا؟ عم ينزلوا على البرلمان. خليني لك نحن مبادرة العماد مش عون تكون واضح معك، نحن كمان عنا قراءة معينة لألا تحترم. بعدين قبل بتطلعكم برا مبادرة العماد عون. نحن قلت لك شغلة، إذا وصل العماد ميشيل عون حقنا وصلنا. أنا قلت لك بتعرف إنه نحن بهذا المنطق صادقين. أكيد بتقلي سليمان فرنجي بقول لك عالبي أحلى من عسل ويا ريت، بس أنا عم بقول لك بهذا الموضوع بتعرف إنه نحن صادقين. بس نحن بدي أقول لك شيء بهالنقطة، نحن مبادرة العماد ميشيل عون نحن بمنطق بنشوفها إنه العماد ميشيل عون عم بيحاول مثل بيقولوا يعمل مخرج لهذا الموضوع، يعني رغم إنه عمليا ما بيحق لك تقول لحدا ما تترشح. هيدي منطق منطق الديمقراطي بقول هيك، منطق الديمقراطي بقول هيك. يعني عندنا نحن قراءتنا الخاصة لهذا الموضوع ورؤيتنا الخاصة بهذا الموضوع، بس ولكن بهذا الإطار العماد ميشيل عون طلع ضمانات إنه نحن من الرؤساء كل الكتل إنه ما حدا بيترشح ومنزل أنا والدكتور جعجع على البرلمان واللي بيوصل صحتين على قلبه. هاي هي شروط العماد ميشيل عون. هلا اليوم طب اذا كان مرشح الاستاذ انري حلو باول دوره وثاني دوره اخذ كل اخذ اصوات ما بيتجاوز 16 صوت، معقول يكمل بالمعركه اذا نزلوا ثلاثتهم؟ اذا نزلوا ثلاثتهم بيطلع استاذ انري حلو. ليش بيطلع استاذ انري حلو؟ لك يا استاذ بسام تعال لك شغله صغيره، تعال نحسبها المستقبل مين بده؟ بيقول بده الدكتور جعجع. طب اذا هلا بنحكي سياسي، لا ما نحكي سياسي، وقت نزل على البرلمان انتخبوه. انا شو انا بسمع بس شعب بيقولوا 48 صوت الكتائب اللبنانيه مين بتنتخب؟ انا بنتخبوا انري حلو. الاستاذ وليد جملاط مين بينتخب؟ والله واضحه اخذوا اكثريه الاكثريه مشان هيك بتظهر يعني اكثريه مطلقه. نحن لا عم لك شغله صغيره، نحن مقتنعين بعد انه نحن بدنا نوصل لرئيس، نحن بدنا نغير قواعد اللعبه. ليك قطعنا اول استحقاق لجيت انتخابات النيابيه، شو جينا قلنا نحن حبينا الأرثوذكسية هيك؟ نحن جينا أنا ليكو هيدي محطة مفصلية، ليكو شو عم بيصير بهذا الشرق كله. نحن كمسيحيين تعوا تقلكم شغلة صغيرة، وكان برعاية سيدنا البترك روحوا تنفرض القانون اللي نحن بدنا إياه. نحن ما وصلنا للقانون بدنا إياه أستاذ بسام بعد، بس ولكن عم بقول نحن خلقنا حالة معينة بذهن كل العالم بالأريير بونسي تبع الدول الإقليمية والفرقاء المحليين إنه هول المسيحية اليوم صار عندهم وعي بأنه هني جماعة هني شركاء وما بقى يرضوا يكونوا تبعيين. أوكي
هذا استحقاق ما مش الحال، بس ولكن خلقنا حالي وقتها بيجي على بكره قانون بده ياخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع بحد العين. هلا عم تخلقوا حالي برئاسه جينا الجمهورية. موضوع رئاسه الجمهوريه عم نخلق حالي، لا تنزعوها. يعني نحن خلقنا حالي شيء اسمه الرئيس القوي، انه نحن مثل بيقولوا سبعينا، يعني اذا نحن قلنا بدنا رئيس قوي ما عملنا شيء. نحن عكسنا 90% من التمثيل المسيحي، هالاربع افرقاء الموجودين بامور بارقام متفاوته. يعني طب انت 90% من هذا الجمهور المسيحي الموجود بهذا البلد واللي بيشكل نص البلد كصيغه وكمساك عم بيقول انا هولي عكستهم تمثيل. طيب اليوم ما بيتلقى صيغه معينه انه تقول بيجي رئيس قوي، ولكن بنهايه المطاف في كتير من الامور، في كتير من الصيغ بتقدر توصل انها تفرض رئيس جمهوري من هيدي الاربعه. طيب على كل رح تابع بهذا الموضوع بعد ما ناخذ تاني بريك بالاعلانات. ونعود لمتابعة الجزء الأخير من نهاركم سعيد من الـ LBCI مع الأستاذ تيمان فرنجية المسؤول الإعلامي في تيار المردة. برأيك أنه الحوار بين تيار مستقبل و يعني حزب الله سيوصل إلى أي نتيجة؟ هلا بداية أنه المواضيع الأساسية يعني وجود حزب الله في سوريا وسلاحه مش مطروحين يبدو حاليا. ديك امبارح الرئيس الحريري يعني كان عم يحكي بهيدي النقطة. هلا التعليق على موضوع الرئيس الحريري أو كان موضوع الساعة من هي جزء أساسي من هذا الحوار، بس ولكن كان في تناقض كتير كبير. يعني اليوم بدك تحكي اشياء محليه، بدك تحكي بموضوع سواء رئاسه الجمهوريه اللي هي مرتبطه بالوضع العام، خلينا نكون صريحين. الموضوع الامني اذا كان هناك ثمت موضوع امني مرتبط بالوضع العام، واذا بدنا نحكي عن الوضع الاعتدال السني بالتحديد كمان مرتبط بالوضع العام. يعني نحن ما بنقدر نحن نفوت على هالملفات انه نعتبرها آنيه بدون ما نتعاطى مع ملفات استراتيجية معينة، أو حد الأدنى نتعاطى مع هالملف استراتيجي أو مش ملف استراتيجي كعناوين عريضة بالمنطقة، نتعاطى فعلا بمنطق الوسطي إذا بدنا نتعاطى. ما فينا نجي نحن يعني الحوار بده يكون على الوضع بسوريا وعلى سلاح حزب الله. لا لا, لا 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 مش هيك بل السيد حسن هو نحن بدنا نوصل لنتيجة مزبوط. نحن بدنا نوصل لنتيجة بدنا نكون إنه ما بدنا نعمل بروباغندا ودعاية إعلامية. عظيم. بقدر ما بدنا نجي نعطي نتيجة لهذا الحوار. ليش بدنا نسجل على حالنا أنه نحن رحنا على حوار ونضرب ثقة اللبنانيين بكل دعوة للحوار؟ نحن تروع على هذا الحوار بدنا نتفهم بعضنا. يعني اليوم إذا عم بيقول هو هدية الإيرانية، الهبة الإيرانية للبنان بتكون إنه يسحب حزب الله من سوريا، طب هذا الموضوع ما فيك تقفز فوق منه، بمعنى أنه ليش راح حزب الله على سوريا؟ نسمع وجهة نظر ليش راح على سوريا، وهل ترى رحتوا على سوريا فادت لبنان أو ضرت لبنان؟ وهل ترى داعش كانت شيل لبنان عن اجندتها بس مكتفي بالاجنده السوريه والعراقيه؟ لانه قبل ما كان في اجنده سوريه. امبارح عم بيقول الرئيس عادل الحريري انه ما قربت صوب تركيا وما قربت صوب الاردن، انه بالنهايه هذا مش منطق بيقدر نحن نقتنع فيه، لانه بالنهايه هم رعاة هذه الدول. يعني الحوار المطروح حاليا من قبل الجانبين لن يؤدي الى نتيجة. لن يؤدي لانه عم بياخذ الامور بهامش معين. نحن تنقدر نوصل لنبني هذا البلد اللي عم بيحلم فيه الرئيس سعد الحريري. اليوم هذا البلد بدنا نبني على اسس مزبوطه. ان اليوم بدك تعمر بيت بدون اسس بده يقع، وما بده يقع بنرجع نوقع مره واثنين وثلاثه. نحن اذا عم نحكي بصريح العباره بهذا الموضوع نعمل نقد ذاتي، انه نحن ليش وصلنا لهون؟ في ملفات معينه بدنا نحكي فيها، بدنا نتناقش فيها. طب وجهه النظر هيدي لحزب الله. لا حلك شغله صغيره، مثلا خلينا في نقط معينه لانه مرتبطه بموضوع رئيس الجمهوريه. اذا جيت قلت لك انا اليوم واي شخص لبناني واي شخص علمي شو لازم يكون رئيس الجمهوريه؟ هلا شو صورته؟ بده يمشي مع شو؟ انا بقول لك شغله، في اربع اشياء لازم يكون متوفرين. هيدا عمليا عم نحكي، لانه ارجع لك منطق الحوار. اول شغله في مكافحه الارهاب، بده يكون عنصر، يعني بده ياخذ بده يكون معيار هذا الرئيس يتأقلم مع معيار مكافحة الإرهاب. اثنين، النقطة الثانية عندنا ملف النازحين السوريين، هيدا ملف أساسي. طيب عندنا 1,500,000 نازح سوري، هيدا ملف أهم من كل الملفات. عظيم. رئيس الجمهورية اللي هو استحقاق وطني بده يكون مرتبط بهذا الملف. النقطة الثالثة هي اللي حكينا عنها، المصلحة المسيحية وإشراك المسيحيين بشخصه بده يوفر هيدا الشيء. خمسة أربعة حالة التوافقية بالبلد، بده يشكل حالة توافقية بالبلد. نحن هاي المعايير الأربعة اللي نحن بنشوفها بموضوع رئيس الجمهورية هون بتعكسنا إذا رئيس قوي ولا مش رئيس قوي. من ضمن هول المعايير الأربعة بتصور حدا بيرفضهم بلبنان. هول المعايير بدنا نروح على الهدف، بدنا نرتبط بهول الأربع معايير، لا سيما ملف النازحين السوريين وملف مكافحة الإرهاب. عظيم. طيب اليوم نحن وقت بنحكي من الحكي تفضل فيه الرئيس سعد الحريري قال نحن بموضوع سوريا مثلا، دي بالنهاية عم نحكي جزء أساسي من مشكلتنا بالبلد، لأنه أول شيء دولة متاخمة، هاي الملف العسكريين اليوم
عنده ارتباط بالموضوع السوري او لا، ملف الحدود المائيه السوري عنده ارتباط بالموضوع السوري او لا، المطالب الخاطفين عندهم موضوع عندهم ارتباط بالموضوع السوري والسجون السوري ولا لا، هذا كله مرتبط ببعض. اليوم الرئيس سعد الحريري قطع كل شيء بسموه علاقات مع النظام في سوريا من حيث المستقبل، عم نحكي مستقبلا نحن عم نحكي صحيح نحن الرئيس لحظه حقه كتيار مستقبل حقه كتيار مستقبل، بس وقتها بدك ترجع تبني سلطه بدك تتعاطى بمنطق براغماتي. يعني انا اليوم صحيح انا حليف اكثر من انه حمل حاله وراح عند الرئيس الاسد قعد يومين عنده. لحظه شو اللي تغير بعدني؟ شو اللي تغير؟ شو اللي تغير؟ تحمل مسؤوليه سعد الحريري. شو اللي تغير بعدين؟ لا شو اللي تغير؟ تحمل مسؤوليه النظام السوري. شو اللي تغير بعدين؟ ما تغير شيء رجع طيب. لانه في اجنده جديده، صارت اجنده اقليميه جديده. وانا الفكره ما بدي انا ارجع للماضي، انا ماني مسمح لحالي ارجع للماضي، انا ما بدي ارجع للماضي، انا لاني عم ببني المستقبل، لانه انا تاثرت بهالحلقه بدي ابني انا ويا مستقبل، لانه هو كان عم بيقول بدي ابني هذا المستقبل. انا مش لاني حليف الرئيس بشار الاسد وافتخر بحلفي مع الرئيس بشار الاسد، بس ولكن عم بقول انه انا ما فيني ما احكي معه مصلحتي، ما بدي احكي معه، بدي ضل عندي مشكله سواء بموضوع مكافحه الارهاب وبالملف المليون ونص سايح نازح لبناني نازح سوري. انا اليوم وقت بدي اجي انا انطلق بالحوار بفكره من هالنوع، انا عم بجي عم بعلن دفن هذا الحوار سلفا. طبعا الفريق الاخر كمان عم ينطلق بالحوار من انه انا ما بتعاطى مع المعارضه السوريه اللي هي جزء منها كمان موجود على الحدود اللبنانيه، انه هيدي وهودي كلهم ارهابيين. شو مفهومك للمعارضه؟ انا شو مفهوم انا بتشوف مفهوم حزب الله للمعارضه؟ لحظة. المعارضه بالنسبه لحزب الله كلها ارهابيين. فريقنا السياسي بيعتبر اذا في معارضه ديمقراطيه وحقيقيه موجوده هيدا حقه وواجب على رئيس بشار الاسد انه يتفاعل معها من المنطق الديمقراطي. بس ولكن اذا بدنا نحن كاطراف سياسيه نعتبر انه داعش والنصره هي جزء من المعارضه وعلينا ان نتعاطى مع لا خيي خش بدك بالنصرة وداعش؟ لأنه في أطراف أخرى داخل المعارضة مزبوط حامل السلاح وعم بتقاتل. وين اللي جيش سوري الحر؟ يا أستاذ بسام وين جيش سوري الحر؟ هذا بلول قلب أستاذ بسام. حزب الله مبارح قال إنه عمل عملية مقايضة. عمل عملية مقايضة لأنه آخر شيء بالنهاية خطفوا له عسكر. يمكن موجود. لحظة معناته عم بيقاتل وقدر وصل على موقع لحزب الله وأخذ عسكري. إذا إجى اتفق معه الرئيس بشار الأسد لجيش الحر شو بيقدر ينفذ على الأرض؟ رئيس بشار أسد إذا بيقولوا أنا بلتزم معك بنفذ على الأرض، بس هو شو بيقدر يمون عن نصرة وداعش؟ بس في موقف إذا بيمون عن نصرة وداعش بيكون جزء منه. بس في موقف من قبل قوى 8 أدار يتعلق بالمعارضة السورية، موقف واضح إنه هؤلاء كلهم إرهابيين. مش مزبوط. كيف مش مزبوط؟ أنا حقلك مش مزبوط، بيتعاطوا مع الأرقام والوقائع. بس ولكن إذا كان في معارضة ديمقراطية ما فيهم جماعتنا في معارضة مش موجودين. هلأ ليك هذا كلام بدي خبرة خبرية بس أنه نحن كله بالحبل، هذا كلام اعتباطي. وين المعارضة؟ لحقلك شغل هني ما أنا موجودة، ما راحوا لحني موجودين، ما هني ديبو يا أستاذ بسام، ما سافروا لبرا وكانوا موجودين، ما كان في هيئة شو بسموها هيئة التنسيق، مش هيئة التنسيق الائتلاف الوطني السوري ايه، وفي تنسيق وما تنسيق وكذا وهيك ديبو لحلك ليه ديبو؟ لأنه هن ما عندهم عكسين جو وطني على الأرض وجو شعبي على الأرض، وكانوا أداة بيد الغرب. وقت الغرب تبي صار عنده مشكل مع داعش وصار عنده مشكل موضوع مكافحة الإرهاب، صار الغرب بده يحكي مع النظام في سوريا وبده يحكي مع المخابرات السورية وعم بيطلب تنسيق من تحت الطاولة. هذا الواقع. يعني اليوم بنهي في أجندة إقليمية، من أنا والحديث قلت لك في أجندة غربية، نحن كنا عم نقول للطرف الآخر هاي الأجندة الغربية عندها مصالحها، ظهروا منا، خلونا بالشرق، خلونا بمصالحنا الإسلامية ومصالحنا القومية العربية. كان الطرف الآخر مش عم بيتجاوب بهذه النقطة. بس ولكن الطرف الآخر يا أستاذ سلاميكي عم بيشوف شو عم بيصير فيه بالعراق، وكان عم شو عم بيصير فيه بسوريا، وكان بيشوف عم بيصير فيه وين ما كان. إنه اليوم المشكل السني الشيعي هو من وراء القصة بلبنان؟ لا، المشكل السني الشيعي هو موجود، بس أنا بدل ما ألعب دور إطفائي أنا ما بزكي. بس ولكن عم بقول لك انا اليوم الصوره بقول لك شغله، الصوره اللي انعكست واللي عكسها امبارح الرئيس حريري وكانه اخر شيء انه المشكل انه بنيه ايران عندها مصالح. مزبوط عندها مصالح ايه، من بس عندها مصالح وعندها محاوله للهيمنه على المنطقه. عندها مصالح احسن، عندها مصالح بالعراق وعندها مصالح سوريا وعندها مصالح بلبنان وبالعراق. بس لحظه، بس وباليمن، بس بالسعوديه، اوكي بالخليج كله. لحظه، بس السعوديه ما عندها مصالح؟ عنده. برافو، هذا كنا عم نحكي عنه الأستاذ مرسال. طب في مصالح ولا نحن بدنا نعمل زجل على التلفزيون؟ في مصالح. بس اليوم السعودية في دول، يعني لم تزود طرف لبناني بصواريخ ومدفعية وأجهزة وأسلحة متطورة. اللي صار بسوريا بس هم شو هو؟
من وين مع ابو عربي؟ انا عم بحكي على لبنان. وين مع لبنان؟ هذه كلها صارت ساحه كبيره، صارت بسام، صارت ساحه مفتوحه. وانت بتعرف صارت ساحه مفتوحه كمان الطرف الثاني ما استحى وعم بيدرب. وهلا امبارح بقطر طلع انه هون عم بيدربوا وتركيا مش مستحيل. مش الامريكيين قالوا نحن بدنا ندرب 2000 و3000 عنصر يعني؟ الفكره ما حرب مفتوحه، ما عم بقول واحد حرب مفتوحه من الطرفين. عظيم حرب مفتوحه. يعني بنهايه المطاف انه نحن عم نقوله بالنسبه للحوار انه اذا بدنا نعود نحن فعلا نقدر نبني، بدنا نحط كل القواعد او سبل النجاح نحطها قدامنا، ما بنحط سبل الفشل. ما بنحط سبل يعني اليوم امبارح مثلا سليمان ما فيك تيجي تطلب من سعد الحريري يعمل جهتين هالالتزامات كلها ومن حزب الله ما يطلب شيء. انا مش مطلبت منه انتبه، انا ما اكيد عم بقول لك شغله صغيره انه بنهي حزب الله، انه اليوم حزب الله وقت بيدعي للحوار مع الرئيس سعد الحريري او وقت جونا السياسي بيعتبر انه الرئيس سعد الحريري يجب يكون رئيس مجلس وزراء، انه شو معناتها نحن؟ يعني نحن طرفنا السياسي عنده نقد ذاتي بهذا الموضوع، فينا نهرب من هذا النقد الذاتي؟ ونحن بنعتبر مثل ما كمان هو كمان هذا ريزون دو بلس انه نحن بنفكر فيه رئيس توافقي على السلطه التنفيذيه، هون كمان نحن بنعتبر انه لازم يعتبر الرئيس القوي رئيس توافقي بهذا الموضوع. يعني نحن كمان فريقنا السياسي عنده تنازلاته السياسيه، انه اليوم نحن في جو سياسي معين ماشي بالبلد، ولكن نحن الجو اللي بده يمشي احسن واحسن ونقدر نبني بلدنا بده يكون الرئيس سعد الحريري ممثل تيار المستقبل، عنصر اساسي في بناء هذه الدوله. انه هذا مش بالنهايه قراءه ونقد ذاتي من فريقنا السياسي، خلينا نكون تعاطي الرئيس نبيه بري بهذا ملف الحوار والدفش بملف الحوار وخلق نوع من التوازن بهذا الجو، انه بالنهايه والدور اذا بدنا نعتبر الدور الدافع لهذا الحوار انه بالنهايه مش جزء اساسي من فريقنا السياسي الرئيس نبيه بري. اليوم نحن مش عم نطلب شيء بهذا الموضوع، الا عم نطلب الموضوعيه، كان نطلب الموضوعيه بالتعاطي. يعني اليوم اي رئيس جمهوريه ما لازم يحكي مع الرئيس بشار الاسد. طيب اوكي لك شغله صغيره، الرئيس بشار الاسد ما قال هيك الرئيس سعد الحريري؟ لا بلا، قال انه اي رئيس جمهوري مش لازم يحكي مع بشار الاسد. ما قال هيك؟ لا ما قال، ما قال، ما قال هيك. خلينا نكون واضحين، خلينا نكون يعني نعطي كل انسان لا حق. لا لك شغله بالطريقه، نحن بهذا الاطار نحن بندعي بقول لك شغله، خلينا نكون عمليين. اليوم دول الغرب وبيعرف الرئيس سعد الحريري اكثر من كل الناس انه هي ما تتعاطى بالنهايه كمصالح وكامر واقع بهذا الموضوع. ليش انا بلبنان بدي احمل هيدي الاجنده السلبيه؟ اذا كان في دول غربيه ودول اقليميه ودول معينه عم تتعاطى مع الملف السوري بايجابيه وعم تتعاطى مع ضمن المصالح مكافحه الارهاب اللي هو اصبح عنوان عام مش عليه العالم كله، ليش انا بدي انا زايد اعمل ملكي اكثر من ملك؟ اثنين روسيا والصين عضوين مجلس امن موجودين عم بيتعاطوا بمنطق اذا بدنا نعتبر منطق ايجابي ومنطق اعترافي وشرعي بموضوع النظام السوري، انا ليش بدي اعمل ملكي اكثر من ملك؟ اذا كان في فكره نائب النفس خليها تكون فكره نائب النفس حقيقيه وضمن اطار هيك لازم تكون حقيقيه يقولوا كل الناس حقيقيه بنفسها حقيقيه. يا استاذ بسام داعش وقتها كانت بسوريا ما كان اجندتها العراق، صارت العراق. اليوم عملوا لها تبرير انه المالكي كان قمع، شو بدي ما بدي ناقشهم بهيدي النقطه. اليوم انا داعش ما فيني اعتبر يا استاذ بسام انه هيدي داعش ما تعتبرها، بالعكس لازم تضغط حذرك ولازم تواجهها. ها برافو عليك، لازم تحمي حدودك. بدي احمي حدودي بس لازم تحمي حدودك قدام كل الناس، سكر حدودك قدام الكل. بس في اولويه، مش طرف لبناني يروح يقاتل بسوريا وهداك الطرف كمان يروح يقاتل بسوريا. لحظه، الاولويه كان سني ولا كان شيعي؟ لحظه، انا اليوم بتروح على فريق الخصم السياسي بالبلد 14 اذار، شو بيعتبر اولويه؟ سقوط النظام في سوريا. من بعد سقوط النظام في سوريا بتيجي الاولويه الثانيه سقوط داعش. لا خي. لا انتبه، مش رح تختلف انت وياه على داعش وعن النظام. لا 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 انتبه، لا انتبه انت على النظام ممكن تختلفوا بس على داعش رح تختلفوا. لك شغله ايه، بس في اولويات بالموضوع. انا اليوم اذا بعتبر الأولوية. انا انه سقوط داعش عم ريح فيه النظام بكون عم بخطئ، لانه عليك شغله صغيره، انا عم ضر حالي لانه انا بعتبر انه هذا خصمي بالسياسي بدي ضره، بس انا عم ضر حالي. اليوم بدك تحكي مزبوط، انت بحقك تنادي بالديمقراطيه، حقك تنادي بثوره ديمقراطيه بسوريا، حقك تدعم ثوره ديمقراطيه بسوريا بالطرق السلميه مثل ما قلت، بس ولكن عمليا هذا الشيء ما كان عم يحدث. انت اليوم عندك خصومه سياسيه لك تيار مستقبل. تيار المستقبل هو بالنهايه تيار سياسي وطني معتدل موجود بالبلد، ولكن عنده ارتباط اقليمي مع المملكه العربيه السعوديه، هذا امر ما نخفي على حدا، مثل حزب الله كذلك الامر. ولكن اليوم وقت ما نشوف المصلحة السعودية العليا هي في إسقاط الرئيس بشار الأسد، وبعض المطالب لحد الآن إسقاط الرئيس بشار الأسد، هل يستطيع تيار مستقبل أن نائب نفسه عن هذا المطلب؟ لا يستطيع أن نائب نفسه، مش عم ينائب نفسه عن هالمطلب. يعني انتبه، ما إجا قال أنا ما بدي إسقاط الرئيس أسد، لا عم بكررها. لحظة، عم ينائب نفسه، ما بيقدر ينائب نفسه، عم بياخذ موقف من مسألة الإرهاب. لحظة، بس هن وقت طلبوا إسقاط الرئيس بشار الأسد طلبوا عمليا ودعما ولوجستيا وعدة وعتادا بإسقاط الرئيس بشار الأسد. أنا عم بقول لك هو بيقدر ينائب نفسه عن هذا الشيء؟ ما بيقدر ينائب نفسه عن هذا الشيء. إذا كان هو بيقدر يأمن ممر آمن لإسقاط النظام في سوريا عدة وعتادا. اليوم نحن في ممرات آمنة كمان للحفاظ على النظام نحنا في سوريا، نحن إيه أكيد في ممرات آمنة للحفاظ على أكيد النظام في سوريا. لأنه هذا النظام أنا ما بدي أجي دافع عن هذا النظام، بس ولكن أنا برجع بعمل مقارنة بين حالة هذا النظام والوضع بشكل عام والوضع اللبناني بشكل عام والوضع الأقلوي بشكل عام.
بشكل عام كتركيبة، والوضع الحالي لا، أنا بشوف آخر شيء كان النظام عم بيحافظ على الحد الأدنى بهذا الموضوع. هلا بتقلي لازم يكون في موضوع ديمقراطي، يمكن هذا بالموضوع مسألة سورية بحتي داخلي. موافق النظام السوري على الحوار؟ يعني بلغكم هيك شيء وزير الخارجية السورية وليد المعلم باجتماع السفارة السورية؟ ليك اجتماع السفارة بالنهاية خلينا نحكي عنه بالشكل قبل، لأنه صار في تناول له بالشكل. يعني صار في انت ومبارحة بالحلقة كمان نحكى بطريقة وكأنه خلية حمد أو شيء من هالنوع، بفتكر قال الأستاذ مرسال هذا الموضوع. بالنهاية هيدي اللقاءات اللي كانت تعقد قبل خلية حمد، يعني ثلاث ربيع اللبنانيين كانوا يعقدوا هيك لقاءات، يعني بما فيهم طيار مستقبل، بما فيهم الأستاذ وليد جبلوت، بما فيهم وبيعرف أستاذ مرسال كل المواضيع. كانت تصير لقاءات بالسفارة الأمريكية، كانت تصير يعني موافقة على خلية حمد، لأنه ذاكرتنا إذا بترجع على 2005 كارثة، لأنه بدنا نرجع للذاكرة الوراء وبننقي الذاكرة، بس الذاكرة على طول بدها تكون مدروسة وموزونة. عظيم. فبقى القصة أبعد من موضوع خلية حمد. بقدر أقول لك بالشكل المجتمعين هني أنه في أصدقاء لسوريا مبدئيين، وكمان في من سوريا أصدقاء كمان مبدئيين بقيوا على مبدأهم، التقيوا بطبيعة الحال. الرئيس السفير الرئيس الوزير وليد المعلم سافر على روسيا. روسيا. تمام، انه قاعده بنهايه هذا لقاء اجتماعي سياسي ولقاء ودي جدا طبيعي، في صداقات في علاقات تاريخيه موجوده مش مستحيين فيها، وصار اللي صار. اليوم لا يجوز انه تنعت بقرف معين او شيء معين، لانه الاطراف الاخرى كمان عندها لقاءات معينه. انتبه اليوم مثلا في أطراف مسيحية سافرت على السعودية، نحن ما جينا حكينا تعقدنا، وما جينا اعتبرنا أنه أين السيادة اللبنانية، ولا جينا قلنا خلية لقاء بريستول افترض أو شيء من هالنوع. أو شو حكيته يعني؟ شو شو لا لا شو دار الحديث؟ لا الفكرة خلنا بالشكل بوصلك على المضمون، أنه نحن بالنهاية براغماتيين مثل ما بقول لك، وبنفهم الواقع. يعني وقت راح الدكتور جعجع والشيخ سامي جميل على السعودية، أنا أتحدى إذا طلع تبه أي تصريح سياسي من كل الاطراف السياسيه ب 8 اذار، ونحن بما يعنينا ينطق. في منهم قالوا رايحين يجيبوا التعليمات بدي فيه هلا. بدي انا اخر شيء انتبه، انا يعني عم بحكي ما حدا عم يوفر حدا بالاطار، انا مش عم بحكيك بالمبدا الواحد بس، ولكن هذا الموضوع خلنا كلتنا نتطلع ونتطلع منيح بالمرايه مزبوط، ونشوف مزبوط، ونتقرج مزبوط، ونتعاطى مزبوط. عظيم. اثنين، الفكره اللي بدي اقول لك اياها انه النقاش بطبيعه الحال نحن ننتمي الى خط سياسي واحد، واكيد اليوم مثل ما نحن جماعتنا السياسية شافوا الوزير وليد المعلم، كمان في لافروف وزير خارجية والرئيس بوتين كمان كان بده يشوفه، انه بالنهاية ما وقفت علينا، كمان وقفت على كل يعني على العالم وعلى أعضاء مجلس الأمن وعلى كل الناس، وما يروح على مجلس الأمن وعم بيحكي، يعني مش هوني القصة. يعني هلا المضمون انه هو مثل اللي بينحكى بالعلن يعني على التلفزيون، انه هيدي هي القصص يعني اللي صارت، ما اكثر من هيك يعني، ما بتحمل اكثر من هيك. كيف يعني بتحمل اكثر من هيك؟ ما كان في بحث بمواضيع لبنانيه مثلا؟ طبيعي، ما احنا عندهم وجهه نظر السوريين بهالموضوع. ما احنا شو رايه يعني الوزير المعلم بمساله الحوار بين حزب الله وتيار مستقبل؟ مع الحوار اكيد. لانه حلك شغله صغيره، القياده السوريه اليوم بالنهايه شافت انه بمحل معين الحوار هو الاضبط طبيعي، ودعم للحوار اللبناني، وما بحياتها طلعت يعني اعتبرت هو انه اللا حوار باللبنان ممكن يفيدها. رح اقول لك ليش، لانه الحوار اللبناني والاجتماع اللبناني اكيد بطبيعه الحال يحفظ امر جدا جدا مهم، هو امن لبنان، وما امن لبنان سوى جزء من امن سوريا باي معنى. يعني انت اليوم اذا فعلا اجتمع التيار المستقبل والرئيس رئيس سعد الحريري والسيد حسن نصر الله وكل التحالفات السياسية 14 و8 واتفقوا على مبدأ فعلي وحقيقي إلى النائب النفس، بطبيعة الحال أصبح الجبهة اللبنانية السورية إذا بدنا نعتبر، أو الجبهة أو الحدود المتاخمة اللبنانية السورية بتريح النظام في سوريا. عم نحكيك عمليا وحسابيا ومصلحيا، بتريح النظام في سوريا، فبقى بطبيعة الحال أنه يكون النظام في سوريا داعم لهذا الحوار. أي انشقاق بالداخل اللبناني يؤدي إلى مزيد من التأزم على الجبهات اللبنانية، على الجبهات السورية. بطبيعة الحال هون له مصلحة من ناحية العلمية. من ناحية الثانية أنه اليوم بالنهاية في منطق دولي ماشي كمان، في منطق إقليمي ماشي، في تقارب إقليمي دولي ما بلش يبين، في أمور في تحالف دولي ضد داعش إلى ما هنالك. بطبيعة الحال النظام السوري لا يعاكس هذا الجو التقاربي إذا صح التعبير، ولا يعاكس هذه الأجواء إذا كانت إيجابية. معلش بدي أنت أنا وياك على ساحة رياض الصلح في بيان لأهالي العسكريين المخطوفين، خلينا نسمع شو بدهم يقولوا. خلي حدا يغط صور مشان ننزلن على الصفحة، خلي حدا يغط صور.
يلا شيخ على الهواء انت تفضل. يلا تفضل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وطوا الميكرويات. وطوا شو الميكرويات؟ اولا بنحب نبلغ الشعب اللبناني وخاصة اللي عنده عمل بعاصمة بيروت احترامنا الكامل باسمي وباسم الأهالي واعتذارنا لأنه نحن منا قاطعي طرق. نحن لحاجنا للمر هو الأمر، لحاجنا للموت هو المرض، فنحن هلأ بمرض ونحن هلأ بعلة ولازم الدولة اللبنانية تعالجه. نحن هلأ بحاجة لعيني فائقة. أولا البارحة قررنا نحن التصعيد، تصعيد بناء على إخراج أو تحرير أسير من أسرى حزب الله، والدولة اللبنانية لم تحرر حتى الآن منذ 5 أشهر أي أسير. تشاورنا في القضية وقررنا التصعيد، التصعيد السلمي لأنه نحن منا قاطعي طرق، تصعيد سلمي منحب نقول للبنانيين كلهم تصعيد سلمي. فقرر الأهالي مجتمعون على أن سنصعد، نزلنا إلى الشارع لنصعد مع علم الدولة اللبنانية. طلبوا منا فتح الطريق بعض العمداء وبعض الضباط، قلنا سنفتح الطريق. اتصل معالي وزير الصحة أبو فاعور طلب منا واتمنى علينا نفتح الطريق كمان، أرضينا وقلنا له إن شاء الله هتفتح الطريق لأنه نحن منا قاطعي طرق. تفاجأنا بالقرار السياسي الذي اجتمع على الأهالي دون أن يجتمع على إخراج أو تحرير الأسرى العسكريين، اجتمع على قمع الأهالي وضرب النساء والرجال والزوجات زوجات الأسرى والإعلام. هذا التفاجأ بالقرار السياسي. أبقى من الدولة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي أن تقمعنا بأبشع صور القمع. أي قانون نريد أن نسأل يحرم التظاهر؟ أي قانون نريد أن نسأل في دولة كلها ديمقراطية تحرم على أهالي عسكريين مأسورين كانوا يدافعون عن الأراضي اللبنانية وعن كل سياسي في هذا البلد الذي أعطى السلطة العسكرية والقوى الأمنية القرار حتى يقمع الأهالي؟ نحمل الدولة بحكومتها المسؤولية الكاملة في حال تم تصفية أي جندي مخطوف، واعذرونا إذا فلت الأمر من الأيادي. الأهالي موجودين هون مستعدين أن يموتوا ولا يشوفوا أحد من أبنائهم عم بيموت، مستعدين يشوفوا يموتوا هني على الطرقات تحت الماء، مع أنه الأسرى بحاجة بالجرود لماء لحتى يتحمموا، رشونا بالماء وحممونا ونحن منا بحاجة للحمام. التأكيد على بقاء الاعتصام إلى حين تحرير الأسرى، وهذا الاعتصام سنعتبره من اليوم اعتصاما مركزيا. كنا منبلغ السلطات الأمنية بأي تحرك، بس بعد اليوم ما عاد نبلغ أي سلطة أو أي ضابط أو أي عميد بأي تحرك، وتحركنا سيكون مفاجئا لهذه الدولة ولهذه الحكومة. عشتم وعاش لبنان والتحرير للأسرى. ونحن منطالب القضاء اللبناني بالتحقيق الشفاف بكل عنصر أو ضابط أعطى أمر بضرب امرأة. نحن ما وصلنا شيء أبدا، نحن بيوصلنا أولادنا منطمئن، ماذا وصلنا أولادنا؟ ما عنا أي ضمانات لحد هلا. من هي الجهة الخاطئة؟ ما في ضمانات. نحن ما بدنا نشتغل شغل الدولة اللبنانية ولا بدنا نعلمها شو بدها تشتغل، هي تقوم بواجبها حتى نحن نكن ونهدأ ونهدأ من روع الأهالي. نحن ما حنكون نحن المفاوضين، الدولة اللبنانية هي اللي لازم تفاوض. نحن ما بدنا نشتغل شغلة البارحة بالليل أمس نحن صرنا نشتغل شغل الدولة اللبنانية، نحن صرنا نحاول الاتصال ببعض الوسطاء، نحن صرنا نحاول الاتصال بالشيخ مصطفى الحجيري، نحن صرنا بدنا نوقف القتل، هذا منه شغلنا، هذا شغل الدولة اللبنانية. شكرا لكم. هل صحيح ان الشيخ مصطفى الحجيري طلب بان يتصل به الوزير وائل ابو فاعور؟ الشيخ مصطفى الحجيري بعد الاتصالات اللي امس معه اليوم اتصل بجبهه النصره، فقالوا له بالحرف الواحد اذا بدك تطلع معنا لعنا من اجل العسكريين المخطوفين ما تطلع لعنا. فنحن طلبنا من الوزير انه يحكي مع الشيخ مصطفى الحجيري ويستفسر منه بهذه الامور، هو ما طلب منا انه يحكي معه ابو فاعور. شكرا. حتى
هني حرين، نحن بيهمنا اولادنا وبيهمنا اولاد الجميع، هني ما بيهمن هذا، هذا شأنهم هني. هني بيردوا عن هذا السؤال. نعم، شكرا لكم. إذن استمعنا إلى البيان الذي أدلى به يعني أهالي العسكريين المخطوفين. أود الإشارة أيضا إلى أن لبنان خسر منذ قليل الشاعر سعيد عقل الذي توفي اليوم. وأيضا أود الإشارة إلى أن المجلس الدستوري أنهى المناقشات التي يقوم بها وأصدر قرارا بالإجماع. هذا القرار هو إعلام مبادئ وتأكيد على مبادئ دورية الانتخابات، وأن الانتخابات مبدأ دستوري لا يجوز المس به مطلقا، وأنه لا يجوز ربط إجراء الانتخابات بالقانون واعتبار أي أمر آخر مخالف للدستور. وتحدث أيضا القرار عن الظروف الاستثنائية ومدة أو مهلة التمديد، وطالب بإجراء الانتخابات يعني النيابية فور انتهاء مهلة المجلس، فور انتهاء هذه الظروف الاستثنائية. إذن هذا ملخص عن القرار الذي اتخذه المجلس الدستوري واتخذه بالإجماع. أود الإشارة أيضا إلى أن الشيخ مصطفى الحجيري وفي قضية العسكريين المخطوفين أوضح بأن أهالي العسكريين المخطوفين هم الذين اتصلوا به وطلبوا منه التدخل على خلفية بيان جبهة النصرة، وقالوا له بأنهم يريدون أن يعني من وزير الصحة وائل أبو فعور أن يتصل به، فقال لهم بأن ليس هناك من مشكلة إذا اتصل الوزير أبو فعور بالشيخ مصطفى الحجيري كما أوضح الحجيري. إذن هذا ما جرى في الاتصال بين الشيخ مصطفى الحجيري وأهالي العسكريين المخطوفين. خلينا كمان نرجع مرة جديدة عند الأهالي العسكريين لنسمع أحدهم أيضا يتحدث. يلعب دوره ويقوم بدوره بإهداء الاتجاه وزير، لا أنا بدي طالب وزير الداخلية بالدرجة الأولى، لأنه نحن بنعتبر أنه القرار اللي اتخذ بالنسبة لقامع الأهالي هو قرار سياسي ما هو قرار أمني. ما عندنا ولا أي ملاحظة على الأمنيين، نحن بنعرف أنه هن آخر شيء الأمور منا بإيدهم. نعتذر عن قطع هذا التصريح ونتجه مباشرة إلى السراي الحكومي حيث وزير الداخلية نهاد المشنوق يدلي بالتصريح. بتفهم كل مشاعر الأهالي، بتفهم كل يعني مساعيهم، بتفهم وجع كل أم وكل أخت وكل زوجي، بس هني كمان لازم يعرفوا أنه حل أنه تسكير الطرقات هو مش حل، وهذا التصعيد بناء على أوامر الخاطفين هو تصعيد ما بيؤدي إلا تعطيل البلد، تعطيل البلد ما بيرجع المخطوفين، وبصراحة ما رح يكون في تسكير طرقات بعد اليوم، لازم يكون واضح هذا لكل الناس. هني عندهم منبر ديمقراطي إعلامي باعتصام أمام رئاسة الحكومة، وهذا أمر مباح ومتاح، وبيعبروا عن رأيهم كل يوم، وبيعبروا عن عاطفتهم كل يوم، ونحن كل يوم بنوجع معهم من جهة، وبعتقد أنه التلفزيونات ما مقصرة بأنه تأخذ منهم كل التصاريح اللي عم بيقوموا فيها وكل المساعي اللي عم بيقوموا فيها كل الناس، وفي وزراء عم بيزورون وفي وزراء عم بيناقشون. الأمر الثالث، حكومة ما قصرت من اللحظة الأولى ولحتى اليوم ما قصرت بإجراء التفاوض وفق قواعد وأصول أقرت في مجلس وزراء. نحن مش حزب ولا مجموعة مسلحة بالحكومة اللبنانية لنقرر نبيع ونشتري بمخطوفين أو باسترداد عناصرهم. هؤلاء عناصر بقوى الأمن وبالجيش اللبناني، الدولة مسؤولة عنهم، تتصرف على هذا الأساس، تتصرف على مسؤوليتها بأن تحررهم وفق قواعد وأصول برجع بقول أقرت في مجلس وزراء، ولا رئيس الحكومة ولا لجنة الأزمة أثرت ولا لحظة بالاتصال بكل الناس للوصول إلى نتيجة. إن شاء الله نوصل لنتيجة قريبة، بس برجع بقول من أول وجديد، إذا استقالتي أنا بتحرر المخطوفين فأنا حاضر، إذا تسكير الطرقات ما بيحرر المخطوفين. وبعدين يسمحوا لنا جميعا، نحن ما بنشتغل عند الخاطفين أيا كانت عاطفتنا وأيا كانت مشاعرنا. الخاطفين بدلوا مجموعة مجرمة ما عندها شيء تاني تعمله غير تخوفهم وتبعث لهم تعليمات وترعبهم وتشتغل بكل أم وبكل أخت وبكل بي، وهني ما لازم يستسلموا لهذه الإشارات اللي جاية من الخاطفين باعتبار أنه عم بيعملوا لهم خدمة. هذه مش خدمة، هذه القصد فيها تخريب البلد، والقصد فيها تسكير المدينة، وهذه القصد فيها تسكير الطرقات. تسكير الطرقات بيعطل شغل الناس، تعطيل شغل الناس ما بيخلص المخطوفين، بيخدم الخاطفين.
فإذا هني مقررين إنه هني بدهم يخدموا الخاطفين، بصراحة نحن مش مقررين نخدمهم ولا مقررين نتعاطى معهم إلا وفق أصول وقواعد وعبر الدول المؤثرة سواء قطر أو غير قطر. دولة رئيس الحكومة ما تارك ولا جهد إلا عم يعملوا بهذا الاتجاه، ولجنة الأزمة ما تارك ولا جهد إلا عم تعملوا بهذا الاتجاه، والوزير أبو فعور ما شاء الله عليه على 24 ساعة عم بيشتغل بهذا الموضوع. إذا بيعتبروا إنه هذا كله تقصير خلي يدلونا وين 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 ممكن ينشغل غير اللي عم نعمله لنشوف إذا ممكن ينعمل أو لا. عفوا نعم بيكون الموقف ذاته اللي عم ناخده من خلال كل مساعينا، لأنه إذا تنفذ أو ما تنفذ شو اللي بيغير من موقف الحكومي؟ هني عم بيشتغلوا بالناس، عم بيشغلوا الأهالي عندهم، وعم بيشغلوا الحكومة عندهم، وعم بيشغلوا الناس اللي على الطرقات عندهم، عم بيشغلوا الناس عند الخاطفين. إن شاء الله ما بيصير، أكيد ما بنتمنى أنه ما يصير، ولكن نحن ما رح نستسلم لمزاج الخاطفين بتعطيل البلد وبتسكير الطرقات وبإعطاء تعليمات لأهل الخاطفين. أنا بدي أسأل لأهل المخطوفين، كل التعليمات اللي صارت من أشهر لليوم شو قدمت وأخرت بوضع المخطوفين؟ ولا شيء، بس كل يوم في تعميم بيطلع من الخاطفين، عملوا هيك وما تعملوا هيك وسكروا هون وفتحوا هون. على كل الاتصالات بعد قائمة، والوزير أبو فعول عم يتصل، رئيس الحكومة عم يتصل، والأجهزة الأمنية عم تقوم بواجباتها بالاتصال، بس كمان أجهزة الأمنية واجباتها تمنع تسكير الطرقات. لو هني ما عندهم منبر يعبروا عنه والدولة منعتهم كان بيقول الواحد والله في منطق، بس هني عندهم مخيم واضح وصريح أمام رئاسة الوزراء، كل التلفزيونات اللبنانية والعربية والدولية مقيمة عندهم وكل ساعة بيعبروا فيها عن رأيهم. لا مش عدم التنقل، أنا ما قلت عدم التنقل، أنا قلت عدم تسكير الطرقات الدولية. لما أنت بتسكر الطريق على أهل الشمال مين عم تكون تخدم؟ عم تأثر على مين؟ أنت بس عم تخدم الخاطفين، ما عم تأثر على حدا ولا عم تخدم قضيتك. أنت عم تشتغل عند الخاطفين وتنفذهم تعليماتهم. برجع بقول أنا بفهم مشاعرهم وبفهم مشاعر كل أم وكل أخت وكل خي وكل بي، بس كمان لازم يعرفوا انه ما حدا مقصر. هيدا الاتهام على 24 ساعة بالتقصير بانه بكرة الصبح لازم تنحل، لا، هاي قضية ما رح تنحل بسرعة، ومن اول لحظة قلنا انه بده وقت طويل كتير. اللي صار مع حزب الله مش هو المثل، هو المشكل، وهو تعبير اكبر واكبر عن طبيعة المشكل بالبلد. ومع ذلك هذا الاستعراض هيدي نتيجته، واللي حيستفيدوا منها الخاطفين كل يوم اكتر واكتر. شكرا. إذن استمعنا إلى تصريح وزير الداخلية الذي له علاقة بما جرى اليوم في قضية العسكريين المخطوفين وأهاليهم. أود الإشارة مجددا إلى أن المجلس الدستوري أصدر قرارا بالإجماع يتعلق بالطعن المقدم أمامه من قبل التيار الوطني الحر بالتمديد لمجلس النواب، وقد رد هذا الطعن للحيلولة دون تمادي الفراغ في المؤسسات، وأعلن مبادئ عامة في هذا القرار وأبرزها التأكيد على مبدأ دورية الانتخابات ولا يجوز المس بهذا الأمر مطلقا، ورفض ربط إجراء الانتخابات بالقانون أو بأي اعتبار آخر معتبرا ذلك مخالفا للدستور. شو رأيك بي؟ يعني عمليا رد الطعن، رد الطعن، رد الطعن، نتيجة نهائية رد الطعن، وكتب أو قال إذا بدك النقطة الأساسية أنه بس تنتهي الظروف الاستثنائية اللي هي ذات البعد الأمني يعني لازم تصير انتخابات فورا، تصير انتخابات فورا. يعني هذا ما حط مهلة زمنية، كان الموضوع ما بيقدر يحط مهلة زمنية، ما بيقدر يحط مهلة زمنية. إذن تم رد الطعن. من النقطة الثانية أكيد نقدم تعزينا للرحل سعيد عقل، وأنا بدي دوي على نقطة مهمة لفتتني امبارح. أنت كنت عم تقدم النشرة في ريبورتاج عمل عن واقع الفنانين بالبلد، صح؟ يعني حقيقة زميلتنا ريمي درباس، بس مش أمر أنه بنقدر نتخطاه، يعني نقدر نتخطاه. ليك لبنان قيمته بالإنسانه واضح هذا الشيء، أنه تبرم كل العالم لك اللبناني واللبناني واللبناني، يعني إنسان، جزء من الإنسان اللبناني، جزء من صيته هو الفنان اللبناني. يعني ما بقدر بفهم، ما قدرت فهمت أنا أنه ليش
هالتقصير. يعني وقت تحكي شخص مثل صباح او تحكي شخص مثل وديع الصافي بيحكوا اهلهم بطريقه عن جد كانت كثير كثير ملفته. هلا سعيد عقل بيطلع بكره زوي بيخبروك شو صاير بسعيد عقل. وسعيد عقل هو عالم من يعني من اعلام لبنان يعني طبعا. اذا بدك الثقافيه والعلميه وبدنيا الادب الى ما هنالك. امبارح الفنانه صباح بنتذكرها وقت ماتت بتشوف وين كانت عايشه بتلاقي انه فعلا يعني انا بهيدي المناسبه فعلا يعني ما بعرف كيف الطريقه اللي ممكن انسان يقدر يوصل لمحل انه يقول عيب بقى ويقدم على هيدي الخطوه مش بالمنطق الاستهلاكي ومنطق اذا بدنا نعتبر تبييض الوجه والمجاملات. لا هيدا واقع. وهون انا اكيد بدعي انه يعني نحن كمان مثلين بوزير روني عريجي وزير الثقافه كمان الوزير عريجي عنده طموح كتير بهذا الاطار كوزير ثقافي بس ولكن عم تكون امكانيات جدا جدا ضعيفه وعم تكون الموازنه وزاره الثقافه صحيح. يعني فعلا عم تكون ضئيله وضئيله جدا. ما بعرف ايمتى بده يتحول بلدنا لبلد بفكر بالطريقه اللي فكر فيها وائل ابو فاعور بالامس. يعني نحن مثلا على سبيل المثال بتقرج على الوزير وائل ابو فاعور مع انه نحن عندنا قراءه لازم نحط هذا الاطار كله بسيستم معين ضمن اطار مدروس اكثر واكثر. بس ولكن انا وقت بحضر الوزير ابو فاعور لاول مره بحياتي بشعر اني بدوله انه انا في دوله عايش بدوله محترمه فعلا. يعني نحن بهذا الشق ليش ما بننتقل على امور اخرى ومجالات اخرى بهذا الاطار. يعني ان شاء الله تصير كل هذه الامور. ومشاهدينا بدي اشكركم على متابعه هذه الحلقه. استاذ سليمان فرنجيل شكرا لك على حضورك معنا بالال بي سي والى اللقاء.